اهلا بكم كل مشاهدينا ومتابعينا على شاشه قناه النادي الاهلي. وحشتوني وحشتوني لان يمكن كنت فتره كبيره غايب عنكم. كنت اتمنى ان اكون موجود في كل فتره معاكم لان الظهور على قناه النادي الاهلي له شكل مختلف واداء مختلف. تعودنا مع بعض في فترات طويله نتكلم في كل حاجه وفي كواليس وفي اخبار وفي حواديت، لكن النهارده بكلمكم في الاهلي في كل مكان. الاهلي في كل مكان، ودي الاطلاله الجديده اللي طالعين بيها النهارده، طالعين بيها في فترة انتقالية علشان هيكون في مفاجآت وهيكون في قناة تليق بكل جماهير النادي الأهلي في الفترة المقبلة. أستاذ حامد عز الدين، الأستاذ أيمن بدرة، فريق عمل كبير جدا بيجهز لكم كل اللي عايزين تشوفوه على شاشة قناة النادي الأهلي. هنستحمل بعض الفترة الجاية في بعض الأمور علشان التطوير ما بيجيش من يوم وليلة، لكن بنوعدكم في أسرع وقت هنكون عند حسن ظنكم وهنكون عند البراند الكبير والاسم الكبير اللي اسمه النادي الأهلي. علشان كده بنبدأ معاكم ببرنامجنا النهاردة الأهلي في كل مكان. الأهلي في كل مكان، الأهلي في الدنيا كلها. صدقونا كل ما نروح أي حتة سواء كانت بطولات عالم أو في أي حتة أو موجودين في حتة ونتكلم على النادي الأهلي، تلاقي للنادي الأهلي جماهيره ومكانته في كل مكان. والكلام ده مش من النهارده ومش من امبارح، الكلام ده من سنه 1907. في برنامجنا النهارده هيكون معانا في البدايه حديث كده عن بعض الاخبار السريعه وبعض التقارير، وهيكون ضيوفنا النهارده في بدايه الحلقه هيكون الاستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير والاستاذ علاء عزت الناقد الرياضي الكبير، ثم الختام مع الفقره الثانيه والأستاذ ناصر محمد ناصر الناقد الرياضي البحريني، واللي هنتكلم مع ضيوفنا عن المباراة المرتقبة أتلتيكو مدريد وكمان الأهلي في كل حتة. يمكن ما فيش حاجة محضرها بالظبط عايز أقولها لكم، لكن لما يتقلك هتكون موجود يا إيهاب على شاشة قناة النادي الأهلي. هيبقى عندك إيه؟ تعظيم سلام موجودين إن شاء الله الفترة الجاية تكون كويسة، تكون في خريطة برمجية يعني تكون ترضي طموحنا كلنا، طموحنا نفسنا نقدم لكم حاجة تحبوا تشوفوها، طموحكم انكم تشوفوا كل حاجة على شاشة قناة النادي الأهلي. تعرفين ان كل وقت بيكمل الوقت التاني، كله بيكمل كله علشان المستقبل. ودايما كنت بقول لكم جملة كده، اللي هتسمعوه هنا صعب تسمعوه في أي حتة. إن شاء الله هيكون لينا برنامج خاص بعد كده نتكلم فيه عن المضمون اللي احنا عايزين نتكلم فيه. يمكن في البداية قبل ما اتكلم عن بعض الموضوعات اللي معايا، حابب اكلمكم في شوية امور، لكن هنروح الكويت الاول وناخد الكابتن طه الطوخي، واحد من نجومنا الكبار واول مدير فني بيفوز بكأس الخليج وابن النادي الاهلي الكبير كابتن طه الطوخي. السلام عليكم يا كابتن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا فيك. أهلا وبركاته يا كابتن. تحياتنا ليك وتحيات جماهير النادي الأهلي. كابتن طه الطوخي واحد من نجوم ورموز النادي الأهلي، وهو أول مدير فني يفوز بكأس الخليج. ذكرياتك يا كابتن خاصة وإحنا بنتواكب مع كأس الخليج في الكويت. أيوه حبيبي، أهلا بيك، أهلا وسهلا. كابتن عايزين نتكلم عن تجربتك يا كابتن، وحضرتك اول مدير فني بتفوز بكاس الخليج والتزامن الان مع كاس الخليج بالكويت، واصلا التكريم اللي حصل تكريم امير الكويت ليك يا كابتن. الحمد لله. طبعا هي كانت الدوره الاولى او البطوله الاولى سنه 1970، انا يعني من 47 سنه. انا كنت في الكويت الحقيقه في نادي النصر الكويت، وبعد يعني كان كده من عامل في نادي النصر كان في مباراه دوليه وديه بين الكويت والبحرين، فلعبوا المباراه الاولى في البحرين، المباراه الثانيه في الكويت. فاتحاد الكره الكويتي يعني خد قرار مجلس الاداره ان انا اكون مدرب منتخب الكويت في هذه المباراه الثانيه يعني بين البحرين والكويت. تمام. فطبعا حصل بقى في حاجه في الموقف كده باختصار شديد. في المباراة الشوط الأول انتهى 3-2 لصالح البحرين. الشوط بين الشوطين عملت تغيير أنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى بتوفيق ربنا، كان في لاعب صغير في الكويت هنا في نادي الشباب، نادي الشباب كان نادي درجة ثانية،
واللاعب اسمه خلف سطام كان سنه صغير جدا يعني. المهم اشركت في الشوط الثاني بدل لاعب من اللعيبه اللي هم المشهورين في الكويت هنا، والحمد لله انتهت المباراه 8-3 لصالح الكويت. يعني منتخب الكويت سجل 6 أهداف في الشوط الثاني. كان في الوقت ده بقى في اجتماعات عشان اقامه دوره الخليج، وقرروا انها تقام في البحرين في مارس 1970. ايضا برضه الاتحاد الكويتي لكره القدم خد قرار ان انا طبعا كنت في نادي النصر تمام، يعني خدوا قرار ان انا اكون مدرب منتخب في بطوله الخليج الاولى، وطبعا في الانديه الكبيره زي القادسيه والعربي والكويت والسلمية كان في مدربين اجانب يعني. انا الوحيد اللي كنت يعني من مصر في الوقت ده، وفي نفس الوقت كان سني صغير طبعا، كنت اصغر مدرب انا في التوقيت ده. خدوا قرار ان انا اكون مدرب منتخب الكويت في الدوره الاولى، والحمد لله احنا عملنا معسكر هنا داخلي في الكويت، لان في الوقت ده ما كانش فيه معسكرات خارجيه، ما كانش فيه نقل تلفزيوني طبعا مظبوط في دوري الخليج، فما كانش فيه الواحد عنده فكره طبعا عن منتخب السعوديه او منتخب قطر. منتخب البحرين لعبنا المباراه اللي انا اتكلمت عنها دي، وكان مدربهم برضه مدرب منتخب البحرين المصري الكبير الله يرحمه ان شاء الله كابتن حماد الشرقاوي، كان مدرب منتخب البحرين. فالمهم اتعمل جدول المباريات وعلى اساس تقام في مارس 1970، وهم كانوا 4 دول المشاركين في الدوره الاولى يعني. ما كانش فيه طبعا لسه الامارات وعمان ما كانوش عملوا يعني، والامارات برضه ما كانش عندهم منتخبات يعني. فكان المنتخب الكويتي والسعودي والبحريني والقطري. ولعبنا 3 مباريات، المباراة الأولى بين السعودية والكويت والكويت فازت 3-1. المباراة الثانية مع قطر والكويت فازت 4-2. المباراة الثالثة اللي هي تعتبر نهائي يعني الكويت فازت 3-1 أو فزنا يعني 3-1 على أساس أنا كنت مدربه يعني. تمام. طبعا يعني كانت فرحة كبيرة في الكويت طبعا، ان دي اول بطوله رسميه تدخل في الاتحاد الكويتي او في دوله الكويت يعني، لان دي مكان قبل كده ما فيش طبعا مباريات دوليه او لقاءات دوليه. وبحمد ربنا ان اللعيبه يعني اللي اشتركوا في الدوره الاولى، ومنهم لاعب طبعا مشهور جدا بعد كده طبعا، لانه انا اخترته وما لعبش في الدوره الاولى، اللي هو حمد ابو حمد، وده معلق طبعا كبير هنا طبعا في الكويت. وبعد كده بقى لاعب طبعا مستوى عالي جدا جدا، اشترك في اكثر من دوله خليج بعد كده، واشترك في بطوله اسيا من الكويت طبعا اول بلد خليجي يعني يفوز ببطوله اسيا، ثم كاس العالم 82 اسبانيا ايضا برضه منتخب الكويت اول دوله خليجيه تشارك في نهائي كاس العالم سنه 82 في اسبانيا. وبرضه يعني الحمد لله اكثر من لاعب من البطوله الاولى كانوا اساسيين في منتخب الكويت ولله الحمد. كابتن طه الف مبروك، والف مبروك على التكريم، وانت واحد من ابناء مصر وابناء النادي الاهلي، الف مبروك ودايما حياتك في تكريمات، ودايما كل نجم بيدي اكيد اكيد بنفرح لما بيكرم، انك تستحق التكريم يا كابتن. الحمد لله، وده شرف كبير ليا، لان دايما بيذكروا ان انا كنت مدرب في النادي الاهلي طبعا نادينا الكبير، والحمد لله والشكر لله، وبالتوفيق دايما يا رب لقناه الاهلي وللنادي الاهلي ان شاء الله. شكرا لحضرتك كابتن، بالتوفيق. بالتوفيق لكل ابناء النادي الاهلي، بالتوفيق للكابتن طه الطوخي، واحد من ابناء النادي الاهلي الكبار من الكويت الى امريكا. امريكا وتحديدا عايزين نعزي الكابتن ايمن شوقي، واحد من نجوم النادي الاهلي العظام الكبار، اللي دايما مواقفه الانسانيه والشخصيه والفنيه ما بننساهاش ابدا، وعايزين نقول للكابتن ايمن شوقي البقاء لله في وفاه خاله الكابتن يسري احمد نجم نادي الاتحاد الكبير، وكما يطلق عليه في اسكندريه فكه الكره كابتن يسري احمد، البقاء لله للكابتن ايمن شوقي. اكيد عايز اتكلم معاكم في حاجات كتير، لكن الحلقه النهارده مش منوطه ان نتكلم في حاجات كتير جدا، عشان احنا بنتكلم في حاجه معينه زي ما قلت لكم، بنتكلم عن الاهلي في كل مكان بقيمته بريادته الكبيره اللي الناس كلها والعالم كله يعرفها. لكن اكيد برضو حابب ادردش معاكم سريعا قبل ما استقبل ضيوفي الاستاذ عصام شلتوت نقدنا الرياضي الكبير، والاستاذ
علاء عزت ناقدنا الرياضي الكبير في حاجات سريعة جدا، حاجات سريعة يمكن في الناس كلها بتتكلم عن وجود نظام جديد ومميز ولجنة كورة مميزة في الفترة المقبلة. يمكن كأول اجتماعات لجنة الكورة كانت موجودة بالأمس بحضور الكابتن محمود الخطيب، الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، وطبعا الكابتن علاء عبد الصادق في الجهاز الفني مقدم تقرير باللعيبة اللي مطلوبة. لجنة الكورة بتشوف وبتناقش الفترة الجاية، هقول لكم هيكون في عدد من الصفقات المميزة، عدد من الصفقات المميزة على قد كف الإيد، عدد من الصفقات المميزة على قد كف الإيد، هيكون صفقات مميزة من اللي هتدعم الفريق بشكل كبير، وهتكون صفقات من العيار الثقيل. بنتكلم إن شاء الله إن شاء الله لو أراد ربنا، ودي اجتهاداتنا احنا بعيدا عن أي حاجة، بنتكلم في 4 أو 5 صفقات إن شاء الله يكونوا من العيار الثقيل ويكونوا إضافة كبيرة للفريق. من الكواليس السريعة واللطيفة اللي أكيد حضراتكم تعرفوها عشان تشوفوا الدنيا ماشية بشكل إداري وبشكل مميز إزاي، يمكن كان في اجتماع الأسبوع اللي فات عشان اختيار تيشيرت الأهلي الجديد. الأهلي هيلبس تيشيرت جديد بداية أو تزامنا مع شهر 2. تيشيرت النادي الأهلي الجديد، يمكن كابتن حميدة وكابتن محمد رمضان وكابتن سعد عبد الحفيظ قعدوا مع الكابتن محمود الخطيب علشان يختاروا التيشيرت. يمكن قبل ما الكباتن يقعدوا مع الكابتن محمود الخطيب كان ليهم رؤية في اختيار التيشيرت، ولكن الناس فضلوا أن الكابتن محمود الخطيب هو اللي يختار تيشيرت النادي الأهلي اللي هيلعب بيه في المرحلة المقبلة. كابتن سيد عبد الحفيظ كان مزاجه في تيشيرت معين، قعدوا مع الكابتن الخطيب عرضوا اكتر من تيشيرت، فمستنيين رد الكابتن محمود الخطيب. يا ترى رد الكابتن محمود الخطيب كان ايه؟ رد الكابتن محمود الخطيب قال لهم مش انا اللي بختار التيشيرت اللي اللعيبه بتلعب فيه، في مدير كوره كابتن سيد، هتجيب كابتن الفريق وهتجيب 2 لعيبه من الفريق واختاروا التيشيرت اللي يليق بالنادي الاهلي واللي اللعيبه ترتاح فيه وتشوفه بشكل جيد. ان شاء الله هنشوف التيشيرت ده ان شاء الله بداية مع شهر 2. الحدوتة الكبيرة اللي بتشغل كل جماهير النادي الاهلي، الكابيتانو، هل يعود الكابيتانو حسام غالي للمنتخب ولا خلاص الكابيتانو مش هنقدر نشوفه في كاس العالم لكاس العالم المقبلة؟ كلام كتير وكلام عبر التقارير التلفزيونية، وفلان بيتكلم والمهندس هنا ابو رضا بيتكلم، وفي نداء لكوبر، وفي اي نداء تشوفوه امام الكاميرات مختلف تماما. لازم نعرف ان هيكتور كوبر حاطط عدد من الشروط لعودة حسام غالي للمنتخب مرة اخرى. الفترة اللي فاتت كان مصر وملح على الاعتذار بشكل كبير، ولكن هيكتور كوبر بيتكلم في نقطتين ملهمش تالت: الاعتذار العلني والرسمي لحسام غالي، وكذلك انه يكون مستواه الفني يؤهله في هذا التوقيت للالتحاق للمنتخب المصري. كل التوفيق للكابتن حسام الغالي، الكابتن حسام الغالي اللي ان شاء الله يكون موجود في المنتخب لانه يستحق، لان وجوده استحقاقا وليس تكريما في المنتخب المصري. حابب اقول لكم كواليس كتير، لكن لازم نديكم كده حاجة بسيطة، طبعا مش طبيعة البرنامج، ولكن حبيت اعرفكم بعض الامور سريعا قبل ما اطلع فاصل واستقبل ضيوفي الكرام، الاستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير والاستاذ علي عزت الناقد الرياضي الكبير، ضيوفنا بعد الفاصل. اهلا بكم كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي من جديد، وبرنامجكم الاهلي في كل مكان. طبعا بنرحب بكم من جديد، ودايما بقول لكم ان شاشه النادي الاهلي في الفتره الجايه هيكون فيها تطوير مستمر. قلت لكم الاستاذ حمد عز الدين، الاستاذ ايمن بدره، اللجنه الفنيه، الاستاذ عصام شلتوت، الاستاذ محمد القوصي، ان شاء الله الفتره المقبله هتكون فيها طبعا كل ما يرضي طموح جماهير النادي الاهلي الكبيره والعظيمه. نبدأ أولى فقراتنا النهاردة في برنامجنا الأهلي في كل مكان، والتحية بضيوفي الكرام. أستاذ عصام أهلا بحضرتك، مشرفنا ومنور. إزيك يا أبو منور، ويا رب إن شاء الله تبقى حالة مرضية، خاصة إن أنت اتكلمت عن فترة انتقالية، يعني الناس سعدة تشعر أن الأهلي
عاد يعني بكل ما يمكن ان يكون الضوء الاحمر النسري الاهلاوي. الحقيقه مع كابتن محمود الخطيب واحد من اهم رموز النادي الاهلي لاعبا واداريا، وقول زي ما انت عايز وتحدث ما شئت بقى عن قائمه محترمه جدا من ابناء النادي الاهلي تسلموا المهمه، ومن ثم شكروا من كان سابق لهم وقالوا اننا متواصلين بعمل جاد، ومن ثم ايضا زي ما حضرتك قلت سواء على مستوى الاداره في النادي او في القناه شرفنا انا والزملاء يعني ايمن بدر اخويا العزيز طبعا ومحمد القوصي ان نتواجد كلجنه مع استاذنا طبعا استاذ حامد عز الدين لفكره انه زي ما انت قلت نعمل مرحله انتقاليه في قناه الاهلي جماهيره النادي مصر كلها اهلي العرب، اللي النهارده طبعا جزء من الحوار عن ان الاهلي العربي يعني يقود مسيرة مباراة إن شاء الله هي مباراة السلام ضد الإرهاب. شفتوا الأهلي لما بيبقى في وضع الطبيعي بيحصل إيه؟ حاجة كبيرة قوي وحاجة مهمة قوي. أستاذ علاء عزة ناقدنا الأهلي الكبير، منورنا ومشرفنا. ده نورك يا إيهاب. أولا مبروك عودتك للقناة، مبروك البرنامج الجديد، ومن مفارقات إن أكون شرف كبير إن أكون ضيف ليك أول في أول حلقة، ومن فرقات ان كنت اخر مره ظهور ليا في قناه النادي الاهلي كانت معاك يا ايهاب، فانا سعيد جدا اكون معاك. انا فاكر جداً. انت فاكر الحدث؟ فاكر الحدث، كنا راجعين من الجزائر، كنت برفقه ابو تريكه في الجزائر، وكان يناير 2016 وده كان اخر ظهور ليا في قناه النادي الاهلي وكانت معاك، وانا سعيد جدا جدا ان انا اكون معاك في بدايه الحلقه، وبالتوفيق طبعا لقناه النادي الاهلي. جمهور الاهلي يستحق فعلا قناه كبيره بحجم قناه النادي الاهلي، جمهور الاهلي عنده تطلعات كبيره جدا للقناه وبجد يعني الناس منتظره من قناه الاهلي كتير جدا جدا جدا، رغم كل الظروف لكن الجمهور كان متمسك بقناه النادي الاهلي دايما وابدا، يعني حتى في المراحل الانتقاليه العنيفه اللي مرت بيها القناه لكن الجمهور كان دايما وراها. فالجمهور دلوقتي منتظر المكافاه، منتظر مكافاه كبيره من القناه ليه، منتظر ان يكون عنده قناه بحجم النادي وبحجم تاريخ النادي وبحجم بطولاته وبحجم جماهيريته. وانا ان شاء الله متفائل خير ان شاء الله باذن الله ان النادي الاهلي هيكون عنده هيحقق طموح جماهيره ويكون عنده قناه تليق باسمه وتاريخ النادي الاهلي باذن الله. طبعا انا سعيد النهارده اللي معايا اثنين من اساتذتي الكبار، انتوا اثنين اساتذتي اتعلمت منكم ولسه بتعلم منكم، ودايما بتكونوا ضيوف تقال وكبار امام كل المشاهدين وخاصه جماهير النادي الاهلي اللي النهارده عايز نسمع مننا حاجات كتير. ايه رايكم لو بدانا في البدايه والحديث عن النهارده كان في مؤتمر صحفي محترم جدا، كان في رسائل عديده، وهو مؤتمر السوبر المصري في الامارات. يعني الحقيقه النهارده كان يوم جميل ويعطي امل كبير جدا انه العام 2018 مش هيكون عام عادي باذن الله علينا وعلى محيطنا العربي وعلى العالم يا رب اجمع من ارض السلام ارض مصر، هيبقى حاله تانية. اهالينا في الامارات اللي دايما سبورت لهذا الوطن او الام مصر قالوا لنا انه ستمر 100 عام على ميلاد هذا الراحل العظيم، يعني رحمه الله الشيخ زايد، الرجل الذي له الايادي البيضاء على المحروسه العظيمه دي وكان يعي قدرها رحمه الله، وايضا خير خلف لخير سلف كل ابنائه وكل الساده المسؤولين الحكوميين والجماهير والشعب الامارات. الحقيقه وانتم عارفين حضرتك وعلاء انه احنا في القلب مع اهالينا في الامارات دايما، ودي حاجه بتسعدنا، دي اول طله، وانه في ماراثون قبل ما نروح للماتش نفسه، ماراثون زايد الخير في الاقصر واسوان، والناس بتدفع دفع ان مصر ارض سلام حقيقيه، هي رساله كل العرب من ارض مصر. وايضا هذا التلاقي بين يعني الاهلي المصري والمصري البورسعيدي في صوره تاني بكرر محمود الخطيب بيبو كما تناديه جماهيره في كل الوطن العربي وافريقيا طبعا حتى الان، ودي شهاده حق في هذا الرجل. وايضا السيد سمير حلبيه رئيس النادي المصري في وجود يعني الرجل المحترم هاني ابو ريده، وطبعا الراعي بريزنتيشن والسيد محمد كامل. الحقيقه عملوا حاله محترمه جدا حسستنا انه هناك ما يمكن ان يكون حلحله، لانه من اراد بمصر سوء اراد ان يضرب كيانين كبار يا جماعه بمنتهى الصراحه، المتامرون كانوا عايزين يضربوا رمز كبير هو النادي الاهلي بمدينه هي في قلب كل المصريين بورسعيد. الحقيقه بغض النظر ان القانون
طبعا لازم ياخد مجراه مع المعتدي الآثم، مع من يرتكب جريمة، ولكن النهاردة الحقيقة كان شيء مباشر، هو السوبر الثالث، وعلمنا أنه بحجم الأهلي طبعا ومنافسه المصري ستكون هناك ما هو جديد حتى في النقل التلفزيوني وفي الملعب في مدينة العين. وبالتالي أنا أشعر أنه الناس في مصر إن شاء الله، مش بس الأهلوية، كل الناس في مصر داخلة عام 2018 بنفس إيهاب. مؤتمر النهاردة الحقيقة قدم لنا حاجة جميلة قوي، وسعدت بمشهد أن السيد سمير حلبية والمهندس هاني أبو ريدة، وهو أحد أبناء مصر ولكنه طبعا من محافظة بورسعيد، قدمها للكابتن محمود الخطيب هدية عن أول لقاء في استاد بورسعيد في الدوري العام سنة 52، ويجمع بين رئيسين النادي وقتها، بس الذاكرة ما أسعفتناش يعني نعرف مين، لو حد أحمد باشا عبود، أحمد باشا عبود رئيس النادي الأهلي في هذا التوقيت، وعبد الرحمن باشا رئيس النادي المصري، رئيس النادي المصري، ومعهم ممثل لمجلس قياده الثوره. وقد ايه الجماهيرين سنه 52 في افتتاح استاد بورسعيد بالظبط، ولم تكن هناك حواجز بين الجماهير، هي البشرى يا صديقي وزميلي العزيز. ان شاء الله هذا المؤتمر اللي بدا وانتهى بالسلامين الوطنيين لدوله الامارات ومصر، انا بقول لحضرتك تفائل انه عام 2018 في كل مناحي الحياة مش في الرياضة بس هيمر هذه المشاهد. يمكن مش عارف علاء النهاردة حارس على التواجد، ما شفتوش علاء النهاردة؟ لا ما كنتش موجود، لكن الحقيقة انت كنت موجود، لو فاتني حاجة يا ريت تكملها. وعلى هامش طبعا الحديث عن السوبر والمؤتمر، اكيد لازم نزكي اللفته الطيبه اللي قالها المهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، وعزف السلام الوطني المصري في بدايه المباريات، بدايه المباريات من الدور الثاني، وان شاء الله وعد ان شاء الله بحضور الجماهير مع الدور. ما هي هتبقى بقى يعني ايه، ما هو هتعزف السلام مين هيقول؟ يبقى جمهور ابو ريده برضه لازم يقولها مغلفه. فطبعا مع السلام الجمهوري اكيد بعون الله في جمهور، وعلى فكره الدوله يعني تشعر ان وجود الخطيب على راس مجلس اداره النادي الاهلي هاني ابو ريده في اتحاد كره القدم، رؤساء انديه نابهين الحقيقه محمد مصالح في اسكندريه، سمير حلبيه في بورسعيد، يستطيعوا فعلا حلحله امور كثيره، لانه الشباب في مصر محتاج يرجع الملعب، واظن ان هم بقوا عند حسن ظننا جميعا، وعرفوا ان المندسين يجب اخلاءهم من هذه الاوساط الكرويه. استاذ علاء، يمكن للموسم الثالث على التوالي السوبر المصري في الامارات، تحديدا الامارات، يمكن الاستاذ محمد كامل رئيس شركه بريزنتيشن اتكلم وقال الحفاوه اللي بنشوفها والتنظيم والاستقبال يعني بيخلينا نصر ان السوبر يكون موجود هناك، وجهه نظرك لانه ثالث مره في الامارات. يعني خلاص الامارات نصبت نفسها شريك في مباراه السوبر، خلاص هي حابه ان تكون شريك، حابه تكون قسم مشترك اعظم. لحد دلوقتي عمرنا ما لعبنا مباراه سوبر الا في الامارات، وده شيء رائع جدا ان يكون قسم مشترك اعظم، والاعظم ان النادي الاهلي يكون القسم المشترك الاعظم في ثلاث مباريات سوبر في الامارات، ده شيء رائع جدا يحسب للنادي الاهلي طبعا، ويحسب طبعا اذا كان يحسب للامارات ان هي بتستضيف حدث كبير جدا، لكن يحسب للنادي الاهلي ان هو موجود دايما في كل مناسبه ثلاث مرات على التوالي، ده شيء ايجابي جدا للنادي الاهلي. كان في رغبه ان احنا نوسع القاعده شويه، ان احنا نخرج نلعب بالمباراه دي، وخاصه ان في دول كتير جدا كانت ترغب في استضافه مباراه السوبر، شفنا السعوديه كان عندها رغبه اكيد انها تستضيف مباراه السوبر، شفنا الكويت كان عندها رغبه انها تستضيف مباراه السوبر، شفنا الشركات الراعيه حتى هناك في الدول العربيه الشقيقه كانت حريصه انها تستضيف مباراه السوبر، لانها عارفه قيمه الانديه المتنافسه في مصر، عارفه حتى بغض النظر اذا ما كانش حتى القطب الثاني موجود نادي الزمالك، لكن عارفه ان النادي الاهلي في شعبيته كافي ان هو ينجح اي مباراه سوبر، طبعا النادي المصري طبعا ليه جماهيريه، لكن هو بيتكلم على شعبيه الاهلي في الدول الخليج طبعا كبيره جدا، الجاليات المصريه طبعا كبيره جدا، لكن انا سعيد يعني يمكن شويه ليه اعتاب على الامارات ان هي لما بتستضيف كاس العالم للانديه الاهلي ما بيروحش، ودي نقطه بالنسبه لي نقطه سلبيه بيذنبوهم هم يعني، لكن يعني بتعوضنا عنها بالسوبر، يعني يمكن انا حزين شويه، انا قلت الامارات ثلاث مرات تستضيف كاس العالم للانديه وثلاث مرات الاهلي ما يروحش، فدي كان عتاب لي على الامارات، يعني ليه الاهلي ما يكونش موجود؟ على فكره في حوار كده لطيف مع السيد يعني السركال، وهو شخص يحب مصر كما المصريين تماما، يعني ربنا يوفقه دايما، قال لي يا اخي احنا كنا عايزين النتائج تجيب الاهلي، حاجه صعبه يعني. ان انا يعني الاهلي يغيب في دورتين والثالثه كمان، لا صعبه كده، ما يصحش. عوضنا الحمد لله ان احنا مباراه السوبر بتلعب في الامارات، يمكن ده عوضنا انا شخصيا، يعني انا اتألمت جدا لما الاهلي ما تأهلش لكاس العالم للانديه في الامارات، فزعلت جدا، كان نفسي الاهلي يكسر عوده الامارات دي ونروح المره دي،
لكن بنعوضها ان شاء الله باذن الله بالسوبر ان شاء الله باذن الله، ونحتفل بيه ونحتفل بتتويج النادي الاهلي ان شاء الله للمره الثانيه بطل السوبر في الامارات باذن الله ان شاء الله. استاذ عصام، يمكن الاهلي والمصري البورسعيدي في مواجهه يوم 12 الساعه 7 بتوقيت الامارات العربيه المتحده الشقيقه، الساعه 9 بتوقيت القاهره، مباراه شايفها ازاي؟ مباراه شايفها على نجيل ساخن جدا فنيا، لانه نتكلم بكل صدق، عندما يخرج المصري خارج اطار الساده في اهل الرياضه وما يزعلوش او بعضهم او اكثريه، عشان اكون واضح من قناه النادي الاهلي العظيم، اللي ما بيطبقوش القوانين ولا اللوائح الحقيقه، يعني قانون الرياضه خرج ب يعني ملزمه عن العقوبات لم تطبق حتى الان، هناك المشهد بيبقى كله عالمي، بيظهر المصري الحقيقي، بيظهر معدننا، بيظهر مشجعنا، بيظهر احترام لاعبينا لقرار الحكم، وما ادراك ما نحتاجه من نقل هذه الصوره. التحكيم هيبقى اماراتي للعلم، التحكيم هيبقى اماراتي طبعا، اقصد معنى ان تندرج تحت البند يا ايهاب، وبالتالي هي مباراه اجمل ما فيها انها تبقى ساخنه فنيا، هي مباراه كؤوس لا يستطيع احد ان يدافع بغض النظر عن فكره انه يخشى الهزيمه، لانه ما فيش حد في اليوم ده ينفع يتعادل ابدا، هي مباراه فنيا بين الحسامين، حسام البدري الذي تلقبه جماهير النادي الاهلي ببدريولا، ومعشوق مصر طبعا، والان معشوق بورسعيد حط تحتها 100 خط حسام حسن، وبالتالي هي مباراه هتلاقيها عامله اكنها على ركعه شطرنج، انما حوار كروي ساخن جدا، اراه فائده عظمى لتجمع عربي، كره القدم سياسه يا جماعه، ما حدش يقدر ينكر ده، تجمع عربي عايش الوطن دلوقتي في ظل تماسكه مصر، السعوديه، الامارات، الكويت واخرين، لكن خلينا نقول ان هذا المربع يحمي هذا الوطن، ومن ثم بقول لك ان هذا اللقاء سيشهد مش بس حفاوه الجانب الاماراتي، فهي معلومه النهارده الناس حتى وهي بتتكلم قالت عذرا ان مش هنجيب يعني السوبر الاماراتي هنا، لان خليجي جهزت على السوبر الاماراتي، وبالتالي وطبعا خليجي 23 بطعم مصري، لانه الراعي ايضا برزنتيشن هو راعي مصري، وشوف الكباره لما هذا المربع القوي بيتوائم، وبالتالي يبقى عندنا كامبين مهم بداياته ظهرت في اعوام سابقه مع السوبر المصري في الامارات، لكن اظن ان الرساله هذا العام ستكون واضحه، ماذا لو علمنا ايضا ان قبل ان يذهب الاهلي والمصري الى النهائي ستكون هناك مباراه السلام ضد الارهاب على ارض المحروسه، وهي بتكوينه ايضا عربيه بطعم مصري. علاء، رؤيتك ايضا للمواجهه المرتقبه، والنهارده كان ليها مؤتمر كبير، والمؤتمر كان يليق بهذا الحدث الكبير أكيد. السوبر المصري في الامارات، من الحضور، من وسائل الاعلام، من قامات رئاسه الانديه، كابتن الخطيب كابتن سمير حلبيه، الجاهزين فنيين على اعلى مستوى، المهندس هنا بوريده، واحاديث كتير. من رؤيه الاستاذ علاء عزت، كيف يرى هذا اللقاء؟ انا شايف ان اللقاء بيجمع بين يعني اقوى فريق في مصر هو النادي الاهلي بالنتائج بالبطولات بطل الدوري والكاس، وبين افضل فريق عنده ثبات تشكيلي في اخر سنتين، يعني افضل فريق بعد النادي الاهلي في المستوى وثبات التشكيل هو النادي المصري البورسعيدي، هو افضل صاحب افضل نتائج على مدار على رغم انه تخلى عن عدد من نجومه طبعا، رغم التخلي ده كله، لكن انت بتتكلم على فريق عمل نقله كبيره جدا في مشواره، في طريقه شكل المنافسه بتاعته اختلفت تماما، فريق خلاص دلوقتي بي مش مجرد حصان اسود، لا ده فريق منافس، فريق وصل نهائي كاس مصر وخسر بطريقه دراميه من النادي الاهلي، وفريق عنده ثبات تشكيل بشكل كبير جدا، فريق بتراهن على نتائجه بشكل ايجابي دايما، يعني اصبح دلوقتي اللا منتظر هو هزيمه المصري في اي مباراه، لكن الطبيعي ان المصري بيكسب دلوقتي في ثبات في التشكيل، فانا شايف ان هي بين افضل فرقتين الاقوى وصاحب التشكيل الافضل. في انديه ثانيه افضل، في انديه في مصر لكن ما عندهاش ثبات في التشكيل، شفنا مصر مقصب مفاجاه السنه دي، نتائجه يعني مش طبيعيه خالص، سموحه، الزمالك لحد دلوقتي لسه ما ظهرش في الصوره بالشكل اللي المفروض يكون عليه نادي الزمالك، لا الزمالك بعيد جدا، الاسماعيلي السنه دي، لكن انا بتكلم على الفريق الافضل على مدار موسمين، يعني يمكن بعد النادي الاهلي افضل فريق بعد النادي الاهلي في النتائج والمستوى
والعروض هو النادي المصري طبعا، فشايف ان هي بين افضل فرقتين في مصر. ودايما زعلان بنقول ان المنافسه طويله في الدوري طبعا، فلازم اللي نفسه اطول مع بدايات الدور الثاني كمان بتبان طبعاً اكتر المنافسه فين. بتبان طبعا، لان انت عارف هب بطوله الدوري غير يعني غير الكاس خالص. الكاس ممكن الكاس، بس حتى يمكن كاس في مصر برضو يمكن بطوله حجم المفاجات فيها ما بيبقاش كبير في مصر. يعني يمكن مصر من الدول اللي هي ما عندهاش، ما بتشوفش مفاجأة في الكاس. ممكن تشوف الأدوار التمهيدية، لكن في الأدوار النهائية ما بنشوفش مفاجآت صارخة يعني. في السنين الأخيرة بس تحديدا. لكن قبل كده احتكار. الكاس كان مليان مفاجآت. عشان الأندية الشعبية كانت موجودة بوفرة، كان يوم المحلة يا جماعة، يوم المنصورة، هو يوم مرعب للأهلي والزمالك. آخر مباراة غير منطقية جمعت يعني، مش يعني فيها مفاجأة، كانت الأهلي والأهلي وأسوان مثلا نهائي الكاس مثلا. ده كان يمكن آخر حدث أنا أتذكره، مباراة كاس المقاولون والمصري. لا نهائي كاس مع بعض. بس كان في ظروف، إن لما المقاولين كسب الأهلي في الكاس وبعد كده كسب الزمالك في السوبر. أفتكر لما كسب المقاولين العرب مع كابتن حسن شحاتة كسب الأهلي. أنت عارف طبعا المباراة الشهيرة اللي كان فيها إصابة الكابتن أمير أبو حميد وكابتن شادي وقف كمل المباراة. دي كانت ليها ظروف استثنائية، فالمقاولين ساعتها خد الكاس وبعد كده كسب الزمالك في السوبر، فكان وقتها كان في انتفاضة. لكن نهائي كاس بمفاجأة كان هو تقريبا الأهلي وأسوان، ده كان آخر مفاجأة. لكن السنين اللي فاتت مع احتكار الأهلي للدوري والأفضلية بيكون أهلي وزمالك دايما بيوصلوا المباراة النهائية، ما بيكونش في مفاجأة كبيرة جدا. آخر حاجة كانت إنبي ممكن نكون بنشوف، بس حتى ما كانتش مفاجأة إن إنبي يوصل مباراة نهائية، ودي ما كانتش مفاجأة. لا ده كان أمر طبيعي جدا، الفريق بيبقى تالت دوري رابع دوري ونتائجه في الكاس نتائج طبيعيه. لكن ما فيش مفاجات هابل للصريخه، لما بتشوف مثلا زي مثلا فريق درجه تانية بيوصل النهائي، ما بتشوفش فريق مثلا يكون هبط عندنا في الدوري الممتاز وفجاه نشوفه في نهائي كاس مصر، لا مش موجوده. لكن في انا شايف لحد دلوقتي ان السنين الاخيره كانت كل النتائج او كل الترشيحات بتكسب، يعني التوقعات كلها بتقول ان فلان وفلان هم الاقوى لصالح الكبار بالفعل. استاذ عصام، كان في اكتر من لفته النهارده في المؤتمر الصحفي، خاصه لفته تقديم اول صوره لافتتاح استاد المصري سنه 52 بمباراه للاهلي والمصري، وايضا اثناء المؤتمر الصحفي حديث للكابتن حسام البدري والكابتن حسام حسن، والحديث على التدعيم والصفقات، والكابتن حسام قاعد يضحك وقال هل الاهلي محتاج تدعيم، امال انا اقول ايه. وبعد طبعا المؤتمر وقفوا يمكن ربع ساعه الجهازين الفنيين مع بعض، قعدوا يتكلموا ويتناقشوا، وكانت مناقشه شكلها جديه جدا ومهمه. تصورك ماذا كان يتحدث عندما ترد الاشياء الى وضعها الطبيعي، عندما يخرج الخبثاء، عندما يخرج تجار الازمات اللي هم زي اغنياء الحرب كده، اللي يعني الشباب بيقرا عنهم في الكتب وحاجات كده، تجد كل شيء طبيعي جدا. وبالتالي قد يكون تحدث الحسامين عن هذا الدعم اللي كانوا بيتكلموا عليه بضحك، يا بدري لو عندك ناس راحة إعارة نحن أولى الآن، في ظل إذابة هذا الجبل من الجليد الذي صنعه المتآمرون الله لا يرجعهم. وبالتالي معروف أصل القصة بغض النظر زي ما قلنا عن الأدوات التي استخدمت، وهم جناة ولا شيء غير القانون، ولكن هذا العهد لن يعود بتاتا. ومن ثم هذه هي أسلحة كرة القدم الوطنية بقى، أن تحلحل الأشياء دي، لأنه أساسا قصة الأهلي والمصري اتلعب بيها كتير قوي على فكرة على مدار أزمنة، مش بس في الأزمة الأخيرة ربنا ما يعودها، لكن منذ أن تتحدث كذبا يعني البعض عن فكرة أن الأهلي لم يلتقي يستقبل المصري والإسماعيلي الاثنين وقت التهجير، بينما أصلا لم يكن يمتلك الأهلي إلا ملعبا، وحتى من تحدثوا أن هناك من استقبلهم كان للفريقين وكنا تلامذة صغيرين ملاعب ثابتة في مركز شباب الجزيرة. مزبوط يعني مزبوط، لم يثبت بالدليل القاطع أنهم تدربا في أي من الأندية الأخرى إلا حوار كده. وبالتالي كانت تأتي أيضا أجهزة فنية أو إدارات ضعيفة أو لا تستطيع تحقيق المكسب، ومن ثم الشماعة الأكبر، الأهلي سرقكم، من الذي سفى أحلامكم؟ الأهلي، من الذي مش عارف إيه؟ الأهلي. شماعة سريعة زي ما بنقول للجمهور برضو، وإدارات الأندية اللي بتحترم نفسها واللي لازم تبقى عندها مقاييس، لا تقبل من لاعبك أو مدربك شماعة التحكيم. يعني إيه حضرتك؟ يعني إيه حضرتك؟ طب فين الجوان اللي مش أوفسايد؟ وفين ضربات الجزاء التي يضطر الحكم حتى لو كان متواطئ والعياذ بالله؟ وبالتالي المساحة دي تلعب فيها. أتمنى إن اليوم ده ما يعديش علينا بالسهل، إيهاب كإعلام كمان ولا يعني لازم اليوم ده يبقى مهم جدا. ما
ما حدث على المنصة الرئيسية، ثم الجولة الثانية بين المدراء الفنيين ومديري الكرة، ومن ثم الحوار اللي حضرتك كنت أحد شهوده، وفكرة قل لي مين بس علشان أقدم طلب إن أنا أقول إعارة على الأقل أو كذا. وبالتالي يعني هو حسام عزك كان عايز يعرف ليكون حسام البدري منشن على حد في النادي المصري. الأحوال دي اللي هتعيد يعني إلى القلب فكرة غلو مباراة الأهلي والمصري، وأن تلعب بإذن الله في أزمنة قادمة هنا في القاهرة وهناك في بورسعيد. يا جماعة الموضوع ما يمرش بالساهل، ولابد أن الكل يمد إيده، ما هواش يعني كهرباء ضغط عالي وهتمسكها، بالعكس. خلينا نقول ان في قصاص عادل، نثق في القضاء المصري العادل، ونجيب حقوق كل شهداء نادي الاهلي، اخواتنا واولادنا واصدقائنا، واللي ابدا مهما مرت الايام هيفضل ليهم حق. محكمه هتجيبه والقانون هيجيبه ولا يمكن يتغاضى عنه احد، لكن الاحوال يجب ان تستقر. الرساله الجديده، وانا بقول لحضرتك انه ده اظن بما اعلمه عن كابتن خطيب ومجموعته الذين توارثوا تاريخ الأهلي بجدارة حقيقية، كلهم أعضاء مجالس تحت السن وفوق السن وفي مراكز، أظن أنهم بيعملوا الآن وكأن عندهم هوم وورك، هيعيدوا الأمور إلى نصابها، مش هياكلوا تاني من الكلام في واحد يطلع يقول بورسعيد مش عارف إيه عشان التلاتة أربعة يسقفوا له، ولا إعلام هيوجهوه، لا، كل شيء سيكون بطبيعته، كما يعني حضرتك قلت وبرؤى العين ازاي كابتن محمود الخطيب تحدث عند اختيار التيشيرت، ليس هو برئيس النادي نجم الكره طبعا الذي يختار التيشيرت، وانت حكيتها لجمهورك المحترم، وبالتالي كل الامور هتعود لنصابها، ما حدش تاني هيلعب في المساحات يعني او المنطقه العاميه زي بتوع الكره لما بيقولوا المعلقين، حدش هيلعب في المنطقه العاميه دي تاني. اظن ان ضمن الهوم وورك ده ان الناس حتى تألف شكل جديد، ولازم نقول ده من قناه الاهلي لفكره احياء ذكرى الشهداء، ما احنا لازم نبسلهم كيف تحيا في بلجيكا وفي انجلترا وفي اليونان ولهم تاريخ طويل مع ضحايا كره طبعا. القدم بحوالي 200 حسب المكان من الاهالي وبعض المشجعين بورد وشموع، مش لازم بهذه الاعداد التي لا تكفل يعني حتى استمرار سيوله المرور في اي نادي في مصر لديه فقيد عزيز عليه. والحقيقه بقى ما دام قلنا يعني من فقدناهم واعزاء علينا، لازم نعزي كابتن ايمن شوقي واسكندريه كلها في وفاه خاله طبعا، ونجم كره القدم كابتن يسري احمد رحمه الله. الله يرحمه. استاذ علاء، يمكن النهارده المؤتمر كان في حاله من الحميميه، حاله من الرغبه بانه يظهر مؤتمر كبير، قطبين كبار النادي الاهلي والنادي المصري، التنظيم على اعلى مستوى بصراحه. وجود المهندس هنا بريده، وجود الاشقاء من الامارات، كلمه الكابتن محمود الخطيب، كلمه الاستاذ محمد كامل، كلمه الكابتن هنا بريده، كلمه كابتن سمير حلبيه، كله اتكلم في مضمونها مباراه قويه ومباراه هتكون تخرج طريق بالكره المصريه. شوف استاذ ايهاب، كان يعني كان في ناس كتيره جدا زمان بتطالب وقت الازمه اللي حصلت، كان في ناس كانت بتطالب اقتحام الازمه، اقتحام الازمه من خلال المبادرات، لكن وقتها فعلا ما كانش الوقت يسمح ان في مبادرات تحصل، وطبعا انت اكيد سمعنا عن عشرات المبادرات، لكن كان وقتها كان صعب جدا ان حد يتقبل المبادرات في هذا التوقيت. كان طبعا كان في شحن كبير جدا سواء عند جمهور الاهلي او عند اهالي بورسعيد، طبعا كان في شحن، وكان يعني كان من العيب ان احنا نتجاهل ان في غضب، نتجاهل ان لسه النار ما بقتش رماد، كان يعني كانت قوه المبادره كان صعب جدا، عشان كده مفيش ولا مبادره نجحت. لكن احنا عملنا على عاطفه اللي هي اللي كل ازمه الى زوال، مهما كان الوقت، يعني حتى يعني اصعب شيء على الانسان الموت، لكن الموت ممكن حتى الحزن بيخف مع مرور الوقت، ودي مقوله يعني كل شيء يولد صغيرا ويكبر الا الحزن يولد كبيرا ويظهر. مظبوط. فشوف الازمه الى زوال يعني، لكن النهارده مش مجلس اداره النادي الاهلي ومجلس اداره النادي المصري ما عزفوش على ان الازمه زوال، لا، ده الاقتحام بقى للازمه. النهارده المؤتمر ده اقتحام للازمه بجد، يعني ده معناه ان هو انهاء الازمه فعلا، يعني خلاص ده الوقت المناسب ان الازمه دي تنتهي،
ونفتح صفحه جديده، نقطه من اول صفحه ونفتح صفحه جديده. لكن هو ما حدش اتكلم عن الازمه خالص، ده كان مؤتمر في كره القدم تحديدا عن المباراه ومواعيدها. شفنا فترات طويله جدا وعشناها ازاي كان الاهلي والمصري بيلعبوا في ارض محايده سواء في الجون او بتاعه، كنا بنشوف عزوف كبير جدا. ادي النهارده الصوره المقدمه وهي بتقول كلام على فكره، بتقول ان الثلاثي ده مدد ايده سبحان الله ان علاء ما شاء الله عليه، يعني بيقولها بخبرته. هانا بوريدا هو اللي ماسك الصوره خلي بالكم، وهو بين محمود الخطيب وسمير حلبيه، والاعلام لا تعرف بقى، وبالتالي لا فيهم ورك بيتعمل يا جماعه، تستحقوا البلد دي. فانا بقول لك يا ايهاب يعني ان الفتره اللي فاتت دي كان انا كنت ضد اقتحام الازمه بمبادرات، لان كان وقتها انا كنت واثق 100% ان اي مبادره لن يكتب لها النجاح. كان وقتها الشحن كبير جدا، الغضب عارم جدا، وشفنا يمكن انعكاس حتى ان مباراه الاهلي والمصري اتلعبت في اللي شفناه. كنا بنشوف مباراه الجونه وبنشوف مباراه الاهلي والمصري ببرج العرب، كنا بنشوف ان في ان في سلام، بس السلام البارد، السلام اللي هو مفيش حماميه. حد بيتكلم عنها ايهاب يعني، كل بشوف مجلس اداره النادي الاهلي موجود في حته ومجلس اداره النصر موجود في حته، وما كانش اي منهم عنده استعداد ان هو يعمل اي مبادره، انه كان خايف من الغضب الجماهيري. لكن شفنا النهارده الحماميه ايهاب اللي انت بتتكلم عليها، الحماميه بجد، الحماميه انك انت ما بتتكلمش على الازمه، انت خلي المشهد هو اللي يقول ان الازمه انتهت. انت من غير ما تقول ان يعني زي اتنين متخاصمين لو مجرد زوروا مع بعض في مكان عام وبيضحكوا بيضحكوا، ده بيخلي الناس ما تتكلمش على الازمه، تتكلم على ان خلاص في صفحه جديده فتحت. هي ده الامر، هو ده الاقتحام للازمه بالطرق. خليني ازعل اقول لك في صفحه رياضيه، هي صفحه رياضيه ماشيه في حته لوحدها، تمام. الصفحه الجنائيه الاخرى بقضيتها بالقضاء القصر العادي بتخلص عليها خلاص بالظبط. لازم احنا شايفين ان القصه فيها شقين، وان شاء الله في الامارات ستنتهي هذه يعني الضبابية بعون الله، وأنا متأكد من اللي بقوله لك يعني. يمكن أنا عصام سؤالي يمكن اللي سألته تحديدا النهاردة للكباتن كابتن حسام بدري وكابتن حسام حسن، قلت لهم أنتوا اتنين مديرين فنيين كبار ولكن عندكم حماسة شديدة على الخط، فعايزين مباراة بروح رياضية. يمكن الاتنين ضحكوا وكان كلامهم صعب. لطيف جدا بس صعب، كلاهما يعني حماسي جدا في الملعب، كلاهما يدرب بمشاعر اللاعب يعني، ويمكن شفنا دي مع كابتن حسن شحاته برضه ربنا يهدي له الساعه يعني، الحركه ناس كده الحركه وبتاع، وبيبقى حاسس الافيه الكوره ازاي، وكان لازم الحركه نفسها تتعمل ازاي. ما هو كل يعني حد بيتعامل بشخصيته على فكره، وبالتالي يعني يصعب، انما الحماس هيكون بين الحسامين، ما فيهوش خروج عن النص صدقني، لان اولا مستحيل يكون ده منطقي بين اتنين كبار في بلد هي وطنهم الثاني المستجيب دائما لدعوة أشقائه المصريين حتى قبل أن ندعوهم، والله ما بجاملهم يا جماعة. وبالتالي نحن ننتظر حدثين كبار جدا، ونهاية كأس مصر كان خير شاهد يعني، بالظبط بالظبط، وخرج بالحقيقة يعني بحميمية غير عادية يا جماعة، حدثين كبار يعني جدا على العرب. وأنا فعلا يعني شكرت الكابتن محمود خطيب سريعا كده، لأنه قال أنه المباراة هي مباراة في دولة تحبنا ونحبها، هي مباراة تعبر عن مداليل سياسية أيضا وعمق في العلاقات، وعمق عربي كبير جدا نحتاجه الآن، لأن التآمر حول الوطن كبير. وما أدراك ما كرة القدم التي قد تجمع الملايين في رسالة، زي ما قلت لحضرتك احنا داخلين عليها في 30 ديسمبر إن شاء الله، هي رسالة السلام. أنا سعيد والله ضد الحرب. أنا سعيد إن 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 أخيرا القوى الناعمة ابتدت تشتغل في مصر، القوى الناعمة سواء الرياضة أو الفن. دي بقى الحاجات اللي بتأكد إن دي فعلاً قوة ناعمة. ما هي لما بيجي رجالة يشغلوها اسم القوة الناعمة. احنا اتأخرنا شوية في أفريقيا، يمكن أفريقيا شوية بعيدنا عن أفريقيا شوية، لكن ابتدينا نخش اقتحم أفريقيا تاني بالقوة الناعمة. في فيلم من غير مخرجين؟ لا لا، أنت بتحتاج يجي مخرج كبير عشان يعمل فيلم. أقصد إن إزاي يعني إن احنا المنتخب الشباب بيروح يشارك في دورة كوسوفا في زامبيا، ده ما كانش احنا بره المنطقة على فكرة، احنا بره المنطقة دي خالص، عمرنا ما شاركنا في بطولة زي كده، ان احنا نشارك في بطولة افريقيا للمحليين ونخوض التصفيات قبل كده، والبطولة كانت تبقى المفروض كانت تلعب في كينيا قبل ما تعتزل كينيا وتاخدها المغرب، ده معناه ان الدولة فعلا ابتدت تاخد كرة القدم كقوة ناعمة. طبعا كان في ظروف صعبة في الدولة، معلش انا عايز اقول لك حتى قبل كده، حتى بظروف ما كناش بنشارك يا ايهاب، لكن دلوقتي احنا بجد بنخرج للعالم مع دولة 30 يونيو، هو اللي بيحصل ده، انت فعلا جبت حد عايز يعيد
ها صياغه مصر الحقيقه. وانت ايهاب كنا يعني تقريبا احنا الثلاثه كنا موجودين في مؤتمر في مجلس الشعب لو فاكر ايهاب. وراء ان تركتها كلها وعظمتها هي القوى الناعمه اللي كانت قد ابعدت. على فكره في لقطه مهمه جدا والسلام الوطني المصري يعزف، يا ريت الزملاء يرجعوها تاني. محمود الخطيب يردد السلام الوطني، ويبقى اللي بيقوله علاء صديقه واخويا العزيز صح جدا، انه عندما توجد ادوات تعيد القوى الناعمه، القوى الناعمه التي مكنت مصر من الرياضه العربيه، اللي خلت الوطن العربي فيه اهل دبي واهل بوعريج في الشمال العربي الافريقي يعني نموذجين كده سريعين، اهل جده. ما احنا طبعا هنيجي طبعا لقصه الاهلي في كل مكان. بقولك لا دي قوتنا لكن النعمه، لكن الكلمه اللي حضرتك بتقولها دي من قوة النعمه, النعمة. واصلا بس ده الانتماء إيه؟ من خلال القوى الناعمه تحصيل الانتماء ده مهم جدا. بقى محتاج تجيب الرجاله التي تنتج هذا المنتج. لما يبقى انا بريده في اتحاد الكوره وما يعملش كده يبقى شكرا، لما يبقى محمود الخطيب في النادي الاهلي لازم يعمل كده. بقول لك واقفين بيقولوا السلام الوطني يا اخي، هذا واعظ مصري. لما يبقى محمد كامل راجل بيعج شمالا ويمينا عشان شركه مصريه شريك تجاري تبدا اللقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها، الكابتن محمود الخطيب اهو يرد السلام الوطني. وده تحديدا المهندس هاني ابو رده خد الكلمه بعد السلام الوطني وقال يا جماعه السلام الوطني قبل المباريات ده بيجدد طبعا الانتماء طبعًا بشكل طبعًا كبير، بيأصل الانتماء لدى الشباب. فهي يعني ليست العنوان هي كرة قدم فقط، لا كرة ولكنها القدم هي انتماء هي وقوة ناعمة وهي وطنية في ذات الوقت. وسيلة لغاية أعظم، لكنها غاية أعظم. الله عليك يا أستاذ، هي وسيلة لغاية أعظم بكثير. الشكل اللي نفسك يطلع عليه لقاء السوبر مثلا زي المباراتين اللي فاتوا، يعني الشكل الرائع اللي ظهر اللي خرجت بيه مباراتين السوبر 2015 و2016. لا مش بتكلم في تنظيم، لان الاستاذ محمد كامل قال في مفاجآت. اكيد اكيد طبعا اكيد كل مره بيبقى في مفاجآت. انت قصدك الشكل الفني يعني؟ لا الشكل الفني انا مش محايد. يعني الاداء زي ما قلت الزعلان هتبقى مباراه مفتوحه. لا لا اكيد اكيد هتبقى مباراه مفتوحه، لان يعني احنا شفنا نهائي كاس مصر بصراحه كانت مباراه اكثر من رائعه. شفنا المصري بيتقدم ازاي والنادي الاهلي بيقدر يرجع للمباراه في وقت قاتل ويكسب. لا طبعا اكيد اكيد هتكون مباراه مفتوحه، وخاصه ان الفرقتين ما شاء الله يعني اثنين مدربين خلاص اثنين كتاب مفتوح لبعض، ما فيش مفاجات في التشكيل والاثنين شجعان. وهي مباراه لابد ان تنتهي بفائز، وكمان الجائزه تستحق المغامره يا ايهاب. ودي 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 وده حافز في حد ذاته، ان يكون في حافز كبير انك تكسب. الحافز كبير جدا، الحافز كمان الادبي كبير قوي انك بتكسب بره وبتكسب وعندك جمهور وعندك اعلام اجنبي بيتابع. طبعا يا ايهاب انت شفنا لما بنروح هناك بنشوف اعلاميين عرب موجودين من كل حته. فالفايز مش بينصب نفسه بطل السوبر مصري، بينصب نفسه بطل عربي بجد. يعني انت بتتكلم عن مباراه بيشوفوها، يعني انا فوجئت ان مثلا مباراه السوبر اللي فاتت شفت التلفزيون السعودي كان بيذاعها. انا فوجئت ان مؤخرا في احدى القنوات السعوديه الرياضيه كان بيذاع مباراه السوبر الاهلي والزمالك. انا فوجئت لدرجه ان قعدت اشوف البادج بتاع القناه اللي اتاكدت ان فكانوا بيتكلموا ان يعني بيعملوا تقرير ان في مباراه سوبر، وان هم ازاي حزنين يكون ان السعوديه ما تاخدش مباراه السوبر. لكن انا شايف ان على المستوى الفني انا متاكد ان تكون مباراه قمه بجد. يعني الاهلي والزمالك هم القمه الحقيقيه، لكن انا متاكد ان اي فرقتين الاهلي واي فريق مصري يلعبوا مباراه سوبر بره مصر هتبقى مباراه قمه باذن الله. طب ده وجهه نظرنا وكلامنا، ما تيجي نشوف التوأم الكابتن حسام والكابتن ابراهيم وهما بيتكلموا عن مباراه السوبر وكمان المباراه المرتقبه امام اتلتيكو مدريد. فاصل سريع نشوف في تقرير الكابتن حسام والكابتن ابراهيم ماذا قالوا، نعود نستكمل النهارده لحلقتنا مع كابتننا الكبار. كبير جدا وحاجه بتزود قيمه الكره المصريه، خاصه ان هي تلعب في دوله كبيره وعلى المستوى السياسي والمستوى الرياضي بتساند مصر، ودوله فيها كل الابهار ونجاح اي بطوله بالامكانيات اللي موجوده عندها، وقبليه ده كله حبهم لمصر والرياضه المصريه. تاني حاجة، مجرد ان النادي الاهلي باسمه الكبير وبطولاته واني متواجد في بطولة اكيد طبعا بتبقى حاجة كبيرة، ومجرد ان احنا كنادي المصري ان احنا مشاركة دي قبل الماتش ما تلعب دي بالنسبة لنا بطولة، لان احنا وانجاز كبير ان احنا وصلنا للسوبر وصلنا ان احنا نقابل قطب كبير من الكرة المصرية هو النادي الاهلي بامكانياته الكبيره. بغض النظر عن النتيجه او عن ما يحدث في نتيجه المباراه، لكن انا بشوف ان هي
بطولة في معناها المشاركة لمجرد وجود تواجد الجماهير المصرية خارج الوطن أو الجماهير العربية وخاصة جماهير الإمارات، أعتقد فعلا حاجة عظيمة. نتمنى ان احنا حتى بعد وصول كاس العالم، الكره المصريه وصولها كاس العالم، نتمنى ان احنا نأدي باداء بشكل جيد احنا الفرقتين. ده حدث كبير جدا، و يعني اي حاجه في الفتره الحاليه ان هي تتطور وتساعد وتساند الاقتصاد المصري والرؤيه المصريه الخارجيه، اعتقد ده حاجه مهمه جدا. مع فريق كبير زي اتلتيكو مدريد، والنادي الاهلي فريق كبير لا يقل، بالعكس النادي الاهلي كبير ببطولاته وبتاريخه، اعتقد ان حاجه مهمه جدا. وتواجد كل اللاعبين العرب او اللاعبين اللي موجودين مع النادي الاهلي او اللاعبين في اتلتيكو مدريد، ده مكسب كبير للرياضه المصريه ومكسب كبير للرؤيه المصريه خارج الوطن بالنسبه لنا في اوروبا. دي حاجه كويسه. يعني شايف طبعا مباراه جميله كبيره جدا جدا جدا. اللي متابع الكره العالميه او الاوروبيه او الكره الاسبانيه يعرف انت بتلعب تقريبا ثالث اكبر فريق في اسبانيا بعد ريال مدريد وبرشلونه. لما يجي يبقى موجود في مصر بكامل نجومه ويقابل النادي الاهلي ويلعب في مصر، حاجه كويسه، تدي رساله كبيره جدا. واحنا مش محتاجين تدي رساله، لان احنا خلاص بقى زينا حته تدي رساله لمصر امان. مصر امان خلاص من عن اي حد، بدليل الناس الموجوده فيها، بدليل نشوف شرم الشيخ وشوف الغردقه وشوف الاقصر وشوف اسوان وشوف. فالحته دي الحمد لله. بس هي بتكلم من الناحيه الرياضيه، ان نرجع تاني لايام زمان، ايام حتى الماتشات الابيض والاسود اللي بتفرج عليها، يعني بايرن ميونخ موجود عندك، مانشستر، مش عارف ريال مدريد، الفرق الكبيره، الفرق الانجليزيه، فرق كتيره، في فرق كبيره. انا عن نفسي مونش جلادباخ، حاجات في انا عن نفسي لعبت الماتشات دي. فهي يعني انا شايف ان حاجه كويسه جدا. طبعا ده تقرير محترم من الكباتن الكبار الكابتن حسام والكابتن ابراهيم. والاهلي في كل حته، اولاد الاهلي المديرين الفنيين للمصري البورسعيدي. كابتن اكيد كلام محترم اتقال من التوأم حسام وابراهيم. طبعا اكد حسام في الجزء الفني ما تحدثنا عنه وامانينا الكل في مباراه ساخنه جدا او على نجيل ساخن جدا فنيا بطبيعه الحال. واكد ابراهيم اللي يمكن انا يعني اعوذ بالله من فكره الانا، لكن اللي قلته يعني ان الكثير من ملاعب العالم شهدت ضحايا، تعامل الجميع بموجب القوانين، ومن ثم لابد لحاله الحزن ان تنقشع، وبالتالي نتعود على حتى الاحتفاء بشهدائنا الكل في كل مكان. ويمكن يعني نقول للناس بدري انه اهلي كل شهدائنا في مصر هيكونوا في مباراة الأهلي وأتلتيكو السلام ضد الإرهاب، وبالتالي هذه الفكرة العظيمة يجب أن تكون موجودة. آن أوان أن نكون شعب واحد. وفكرة فعلا كل شوية نقول هنوجه رسالة، إبراهيم قالها بعفوية كده، يا جماعة يلا بقى ننفذ الرسالة، احنا كل مرة بنوجهها، طب أنا قاعد أقول رسالة لمين يعني؟ إن شاء الله إلى كل مواطنية وإلى نفسي. حتى لو أنا كاتب الرسالة علي أن أعمل بما كتبته، وعلى المتلقي أن يعمل بما تلقاه. ما هو مش معقول إحنا في ركن من الحجرة يعني الكبيرة أو البيت الكبير نتحدث لغة، وفي ركن آخر نتحدث لغة أخرى. ده كلام ما يمشيش البلد قدام الحقيقة. ومن ثم عندي والله يقين أنه فعلا في حالة استفاقة عايشينها بقالنا سنتين كده وشوية، أو يمكن سنتين وداخلين على 2018. كل ما المشاهد اللي ممكن ترصدها من البلد دي راح الأفضلية، وسبحان الله أن يكون كمان هناك تغييرات في إدارات الرياضة عموما، مش هنقول بس النادي الأهلي أو غيره، بقيادات تستطيع أن تستهدف فعلا المنظومة الرياضية وما تقدمه للبلد والوطن كمان من ما يمكن أن يكون يعني بهجة، يكون تعاون بين الناس وبعضها، يكون لم الشمل سواء في بلدنا او حولنا في اقليمنا العربي على الاقل. مش هقول بقى ننطلق افريقيا ودوليا ايضا،
ويا للسعاده نحن في العام 2018 في كاس العالم. ويمكن امبارح كان في لقطات شياكه لناس بدات تجيب عربيه فول تحطها في بعض المدن الروسيه المرشح طبعا وحطينا في ثلج وساعتها مش هيبقى في ثلج في القايم ده لكن هو الخيال لكنه شغال. في النهايه شيء جميل ان تولد الرياضه كل الاجنه التي نعيش بها حياه سعيده. اكيد الاستاذ عصام قال كلام مهم واخد من كلام الكباتن الكبار الكابتن حسام والكابتن ابراهيم اكيد الاستاذ علاء شفت كلمتهم ازاي؟ شوف طبعا الكابتن حسام بيتكلم عن المسؤوليه وانا واثق من المسؤوليه ان هو عارف حجم المباراه وعارف ان 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 هو مش مجرد مباراه بس لا ده عنوان للكره المصريه عنوان للدوله المصريه مش مجرد مباراه كره خاصه ان هي بره في دوله عربيه شقيقه فالرساله تبقى اعظم واكبر لكن ده مش معناه ان احنا المباراه تكون وديه يعني مش عايز الناس تبتدي تحاسب الكابتن حسام على هذا الكلام او الكابتن حسام بدر على هذا الكلام لان اثناء المباراه بتحصل حاجات ثانيه خارجه عن اراده وخاصه المديرين الفنيين مش بيكون تركيزهم في الامور التصريحات ما قبل المباراه لا هم بيكون تركيزهم في الملعب هم بيكونوا كل ده بيبقى فهمش الشعور بيبقى كل شعورهم في هذه المباراه فانا مش عايز الناس بس تقف على الواحده لاي تصريح يحصل انا واثق تماما ان الاثنين عندهم اهداف الكابتن حسام بدري والكابتن حسام حسن عندهم هيكونوا حريصين كل الحرص ان المباراه تخرج بشكل لائق بشكل حضاري بشكل لكن ده مش معناه انها تكون مباراه وديه انا مش عايز الناس تاخد التصريحات دي وتاخدها على اي ازمه تحصل في الملعب سواء اعتراض على حكم او اعتراض على ضربه جزاء الناس تقول لك لا ازاي كانوا بيقولوا قبل كده لا ده مش معناه ان التصريحات دي معناه ان احنا مباراه حبيه او مباراه وديه او مباراه بحب مصر في الامارات لا هيكون مباراه فيها اثاره وفيها منافسه وفيها اعتراض وفيها جوانب ثانيه بعيده خالص مباراه كره قدم مباراه قدم بمعنى كلمه كره يعني هم الاثنين هينسوا انا متاكد ان الكابتن حسام البدري والكابتن حسام حسن بمجرد ما يوقف على خط ما ده اللي انا قلته لهم النهارده هينسوا كل حاجه بالظبط يعني قلت لهم يعني انتوا عندكم نوع من الحماس فهل المباراه دي ان شاء الله تخرج بروح رياضيه فهم الاثنين ابتسموا لان هم طبعا اول ما الحكم بيصفر خلاص بينسوا كل الحاجات دي يعني انا يا ريت لو الكاميرا النهارده معانا كانت بعد المؤتمر على طول سجلت اللقطات الحميميه اللي فيها الكابتن حسام حسن وكابتن حسام البدري وكابتن سيد تلت ساعه واقفين بيتكلموا بعيدا عن ان هم مع الكاميرا لا خالص. طبعا اول ما الناس ابتدت الصحفيين عايز طبعا تقرب والناس عايزه تصور بتاع بقوا يتكلموا في قدام بعض ويتكلموا بالراحه ومناقشه طويله وخدوا راحتهم واتكلموا وسلام بقى محترم وهم ماشيين يعني دي العلاقه الحقيقيه يعني الناس بالزبط. لازم تشوف اللقطه دي عشان ما تفتكرش اللي بيحصل على الخط ده بيكون في حاجه من سوء الفهم او حاجه بالظبط لكن هي حماسه كره القدم الشغل يا جماعه كل شغل يعني اذا سمعتولي كل شغل ليه ظواهر يعني زي العسكري لما بيقف يحرس زي المدير لما بيقعد على مكتبه زي القائد لما بيخطط كل شغل ليه نتاج الكوره هو المنظومه اللي الناس بتشوفها ده وعلى ذكر ان احنا بنقول ده ما نهتم بيه ان نصل فعلا للعلامه الكامله في فكره اللعب النظيف وانا متاكد ان فكره مباراه وديه هي المقصود بها انها بطوله شرفيه فهلعب بيقين المباريات الرسميه مزبوط. بس مش هفقد بطوله اللي هي الدوري والكاس يعني بالزبط. هي بطوله شرفيه طبعا لكنها طبعا. بطوله عظمى هي سوبر البلد يعني ولكن هو المقصود بوديه انه يعني مش لقب مفقود من اللي بيسجلوا في اتحاد الكره المصري يعني انما هي في الاخر الصنعه بتحكم يا جماعه بالبلدي كده لازم يعني ايه مدير فني يعني يبقى هادئ كالماء البارد في نهر يعني يمر امامك مستحيل ما نتمناه انه فكره اللعب النظيف اللي طيب. مصر تستحق ان فكره حلوه فكره اللعب النظيف تقف عندها لكن ايه رايكم بقى نروح بقى الاهلي في كل مكان نروح المقر يلا نروح اهل الجزيرة. اكيد عندنا لقاء مهم وزميلنا محمد سعيد موجود في اهل الجزيره واللواء 20 شمس واخر المستجدات محمد مساء الخير ورحب لنا باللواء 20 المدير التنفيذي لنادي الاهلي ان شاء الله نشوف معاكم اخر المستجدات زميلي إيهاب الخطيب أهلا بيك وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان هنا داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة والأحداث الرياضية تتوالى على النادي الأهلي في الفترة الحالية ما بين مباريات دولية وعالمية كمباراة أتلتيكو مدريد في نهاية هذا الشهر ومباراة السوبر المصري الحدث اليوم المؤتمر الصحفي الذي أقيم صباح اليوم بخصوص هذه المباراة الهامة والتي ستقام على استاد هزاع بن زايد في 12 من شهر يناير القادم بالتأكيد كل هذه التفاصيل
نتوجه بها من خلال اسئله مع سياده اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي، وانقل لك تحيات زميلي ايهاب الخطيب وضيوفه الكرام في الاستوديو في هذه اللحظات عن الملفات القادمه والملفات مباراه اتلتيكو مدريد ثم مباراه السوبر. لكن ابدا بمباراه السوبر والمؤتمر الصحفي. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اهلا بكم في النادي الاهلي. هو النهارده كان في مؤتمر موجود في خارج النادي في احد الفنادق الكبرى، يعني حضر كابتن هاني بوريده رئيس اتحاد الكوره، حضر كابتن محمود الخطيب ومهندس سمير حلبيه رئيس نادي المصري، وحضر كابتن حسام وكابتن سيد وحسام ابراهيم حسن. الحقيقه كان من مؤتمر على مستوى عالي جدا، حاجه يعني زي مؤتمرات اوروبا اذا كانش يزيد، يعني كان متنظم بطريقه كويسه جدا. عرفنا طبعا التوقيتات انه ان شاء الله هيبقى يوم 12. كان يعني المؤتمر كانت روحه جميله جدا، روح رياضيه، الناس كلها عمالة ان المباراه تخرج بشكل كويس تليق باسم مصر، مش مهم مين اللي فائز مين اللي هياخد الكاس. طبعا نتعشى بيكون نادي الاهلي، لكن في الاخر الناس كلها كانت يعني حديث كله كان ودي، كان حديث جميل، مؤتمر على مستوى عالي جدا، واعتقد ان التنظيم هيكون على مستوى عالي جدا. طبعا بنشكر الاخوه في الامارات لان هم يعني هي بيستضيفوا المباراه، وهم هناك مقدمين كل التيسيرات للفرقتين ان شاء الله. طيب بالطبع هي المباراه مسؤوله او من خلال اتحاد كره القدم ومن خلال الشركه الراعيه، لكن اكيد الاهلي هيحدد معاد سفره تدريباته خلال الفتره القادمه، استعداد النادي الاهلي خلال الساعات القادمه لهذه المباراه، خاصه خلاص طالما اتعمل مؤتمر صحفي فيبدا العد التنازلي لبدايه هذه المباراه ان شاء الله بعد حوالي اسبوعين. ان شاء الله. هو مؤتمر النهارده يعني تقدر تقول حضرتك تعريف على البطوله وكده، لسه في اجتماعات اخرى بقى للاجراءات التنظيميه، يعني هيبقى الاهلي هيبقى له كام تذكره هناك، النادي المصري هيبقى له قد ايه، المدعوين مين، يعني الكلام ده لسه اجتماع اخر يعني قريبا ان شاء الله يتحدد. لكن بالنسبه للاستعدادات، هي مشكله بس في الكوره عندنا ان احنا بنستعد كل خمس دقائق، يعني احنا عندنا بكره ماتش، عندنا يوم الجمعه ماتش، عندنا يوم السبت ماتش، عندنا يوم اثنين، وعندنا يوم ثمانية الزمالك طريقين بالزمالك على السوبر، فالله يكون في عون كابتن حسام بفرقته يعني. فالاستعدادات الفنيه اعتقد كابتن حسام متوليها، واعتقد ان الفرقه مسافره ده يوم 9 يعني خلاص ماتش 8 0 9 ان شاء الله، وهيتدربوا بقى 9 و10 و11 ويلعبوا ماتش 12 ان شاء الله. خلال الفترات الاخيره كان هناك طبعا توقع مع اهل دبي، احنا بنحاول نقول معلومات جديده، الجمهور يبقى سمعنا وسمع معلومات جديده. متوقع التدريبات الاهلي ان شاء الله هتكون في اهل دبي خلال الايام القادمه، ولسه كمان ترتيبات التدريبات ومواعيد التدريبات بالنسبه للفريق في لقاء السوبر. هو بس ما يتحدد بشكل نهائي السفر امتى، وهتبقى تدريبات في اهل دبي زي السنه اللي فاتت واللي قبليها ان شاء الله برضه نفس القصه باذن الله. واعتقد الموضوع دي يعني موضوع تنظيم التدريبات بموضوع سهل جدا هناك، الناس بيقدموا كل التيسيرات، فده مش شايلين همه، لكن هنشوف بس هنسافر امتى ان شاء الله، التاكيد من الكابتن حسام يعني. مباراه للسوبر للمره الثالثه على التوالي في الامارات، حضرتك رايك في الملف ده ازاي؟ وبالتاكيد كلنا سعداء كمان باستضافه الامارات لهذا الحدث مباراه السوبر المصري، وحاليا المباراه على استاد هزاع بن زايد الاهلي عنده ذكريات جميله في هذا الملعب، مباراه روما ومباراه الزمالك في السوبر قبل الماضي. طبعا احنا بنحب الملعب ده جدا يعني، يعني طبعا ان شاء الله هو الملعب ما ملوش علاقه، بس يعني ان شاء الله اولادنا هيقدموا عرض كويس. طبعا لما عرفنا في هزاع بن زايد احنا الحقيقه كنا سعداء. السوبر العام الثالث على التوالي، يمكن السنه اللي فاتت خسرنا بضربات الجزاء زي ما كل عارف، فان شاء الله هنعوضها السنه دي باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. طيب الحدث اللي قبل ده مباراه اتلتيكو مدريد، اخر الترتيبات واخر الاجراءات، وفريق الاسباني هيصل برج العرب امتى مباشره، واخر الاجراءات والترتيبات الاداريه خلال الساعات القادمه؟ لا، وكل الاجراءات تمت الحمد لله بالتنسيق مع مديريه امن اسكندريه. حضرتك عارف في ماتش 29 بتروجيت هناك اتنقل اسكندريه الحمد لله، فاحنا نسافر ان شاء الله 28 عشان نتواصل مع الشركه الراعيه برضو. التذاكر اتطلعت النهارده. انا طبعا اتفاجئت او مش متفاجئ يعني، لكن الاقبال شديد جدا. انا كنا قلقانين من 30 ديسمبر في اسكندريه 8 مساء، ده شيء يعني ده يعني شتوي شتوي يعني، لكن انا شايف الاقبال غريب جدا، زي ما يكون مباراه في اغسطس في جو حلو، وده احساس الناس اولا بفرقتهم، ثانيا ال 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 الهدف من المباراه هو ده الاهم وهو ده الاسمى، اللي هو السلام ضد الارهاب. فيعني الناس شايف ان في مشاركه قويه جدا، وده بقول لك لسه ده في خلال الساعتين اللي فاتوا بس. لا، هو اللي على النت لغايه دلوقتي المفروض انه تقريبا 15،
جوه النادي هنا انا شايف ان احنا يعني انا لسه ما حصلتش بس اقصد في خلال ساعتين شايف اقبال كبير يعني ف يعني اعتقد ان شاء الله في خلال يومين هكون التذاكر خلصت ان شاء الله. كمان الترتيب هناك مع مديرية امن اسكندريه في مساله اقامه واعاشه فريق الاتلتيكو قبل المباراه وكمان ميعاد السفر والتوجه لاسبانيا بعد المباراه. لا هم يعني هم جايين من طياره خاصه وهيوصلوا انا ما اعرفش 28 او 29 ولسه ما اكدوش لكن احنا منسقين كل حاجه مديرية امن اسكندريه مجرد وصولهم لمطار برج العرب والتامين لغايه الفندق الاقامه والفندق متامن بالكامل احنا فرقتين هنزوروا فندق واحد ان شاء الله. فده اسهل للمديريه يعني او للامن هناك انه تامين فندق واحد هيبقى اسهل من انه يبقى في منطقتين او في فندقين مختلفين. الحقيقه هم في الحته دي كمان مكان الفندق ووضعيته الجغرافيه بتسهل عمليه التامين جدا. فلا الحته دي متنسقين فيها مع مديريه امن اسكندريه وان شاء الله هتكون متوضبه كويس ان شاء الله. هناك ايضا ترتيبات لمؤتمر صحفي قبل المباراه ولا لسه هذه الاجراءات ما تمش الاتفاق عليها خلال الايام او الساعات القادمه؟ هما يعني الشركه راعيه جايين دلوقتي يعني في اجتماع حاليا يعني انا انتظرهم هم على وصول برضه هننسق الحته دي انه هيبقى في اجتماع هو في اجتماع بعد المباراه طبعا فهننسق بس انه هيبقى في اجتماع قبل ولا لا لان دي راجعه برضه للحته النادي اتلتيكو مدريد او مسؤولين عنه ف يعني ان شاء الله هيبقى غالبا هيبقى في قبل وبعد لكن المؤكد انه بعد المباراه هيبقى في مؤتمر صحفي. جزئيه كمان مهمه دور الاهلي الوطني في هذا الملف، الاهلي له دور وطني في اقامه هذه المباراه العالميه تحت رعايه طبعا الشيخ تركي الشيخ رئيس هيئه الرياضه في السعوديه وبالتاكيد عوائد الماليه لكل هذه المباراه سيتجه الى ضحايا الارهاب وهي مباراه تقام من اجل السلام، فدور الاهلي الوطني في هذا الملف سياده اللواء كيف ترى خاصه ان هذه المباراه بالطبع ستكون لها صدى كبير جدا في الاوساط القرويه في اوروبا. بص حضرتك هو طبعا احنا يعني دور الاهلي مش مساله رياضه، الموضوع بالنسبه لنا مش مباراه في كره القدم. واحنا ده الوقت الفاضي اللي اتلتيكو تقدر يلعب فيه. ورغم ان احنا عندنا ماتش 29 فاحنا وافقنا على 30 من اجل هذا الهدف اللي احنا كلنا بنسعى ليه، احنا عايزين نوجه رساله للعالم كله احنا ضد الارهاب، الشعب المصري للارهاب، وطبعا بمشاركه فريق اتلتيكو مدريد الاسباني. دي رسالة بنبعتها لكل الناس يحسوا فرقة كبيرة زي اتلتيكو من أكبر فرق أوروبا إنها موجودة في مصر، إن الملعب فيه جمهور مليان، إنه الدنيا هنا غير ما يعني بعض وسائل الإعلام المغرضة بتحاول تنقلها بره. فإن شاء الله يعني نكون إحنا قمنا بالدور بتاعنا إن شاء الله وتكمل على خير بإذن الله. هل أي من اللاعبين العرب اللي تم توجيههم لهم الدعوة يعني أرسلوا تأكيد رسمي بميعاد الوصول ولا برضو لسه الإجراءات أو المعلومات دي لسه لم تتوفر حتى الآن بالنسبة للاعبين العرب اللي مدعوين لهذه المباراة؟ لا هو في أعتقد 6 أو 7 وافقوا بس أنا مش متذكر الأسامي الحقيقة لأن مش متابع حتة اللعيبة يعني أنا متابع إجراءاتي التنظيمية أكتر، لكن في أعتقد 7 وافقوا في لسه ناس بتوافق ولا يعني هيبقى في مشاركة من اللاعبين العرب هيبقى طبعا وفرقتنا موجودة الحمد لله احنا عندنا 35 لعيب فاللي هيلعب 29 هيبقى في ناس هتلعب 30 وبرضه اي لعيب في النادي الاهلي فهو من ضمن ال 35 اللي كلهم زي بعض. برضه على هامش هذه المباريات اليوم النادي الاهلي اعلن عن تلقي عرض للعب مباراه في السعوديه كما قيلت بامام لاعبي الدوري المحترفين هناك في السعوديه خلال شهر فبراير، لكن ننتظر الترتيبات الخاصه بموافقه الجهاز الفني على الموعد المناسب لهذه المباراه. الدعوه وتفاصيلها بالنسبه للنادي الاهلي ست لو. لا هي يمكن الدعوه جت للكابتن محمود مباشره فيعني هو لسه بيدرسها مع الاول مع لجنه الكوره مع كابتن حسام عشان نقدر نعلن يعني تفاصيل بالظبط. فيعني بس اما يوصلوا الحاجه ان شاء الله غير طبعا هتشوف التوقيتات، انت عارف الدوري مضغوط جدا من شهر فبراير عشان المفروض الدوري يخلص في مايو فهنشوف ايه الميعاد اللي ممكن يبقى مناسب او يعني لجنه الكوره هتشوف مع الكابتن حسام وهيقرروا يعني ان شاء الله. لو انا بشكرك شكرا جزيلا ومعلومات جديده في هذه اللحظات عن مباراه الاهلي والمصري السوبر، مباراه الاهلي واتلتيكو مدريد، وفي اجتماع حاليا بخصوص الترتيبات الخاصه بمباراه الاهلي واتلتيكو مدريد مع الشركه الراعيه للمباراه. انا بشكرك سياده اللواء ودايما التوفيق يا رب ان شاء الله. شكرا شكرا شكرا, 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 شكرا جزيلا.
إذا ده كان لقانا مع سيادة اللواء شيرين شمس عن آخر الترتيبات والإجراءات الخاصة بالأحداث الرياضية العديدة للنادي الأهلي في هذه الفترة. مباراة أمام أتلتيكو مدريد، مباراة في السعودية ننتظر موافقة الجهاز الفني على الموعد المناسب، مباراة السوبر المصري لجماهير النادي الأهلي بتنتظرها في كل مكان، وسيمتلئ الملعب بهم كما هم عودونا دائما في الإمارات وفي أي مكان في أرجاء الوطن العربي. لكن من هذا المكان ومن أمام هذه البطولات الكثيرة والكبيرة، دوري، كاس، بطولة أفريقيا، سوبر أفريقيا، الأهلي دائما طبعا صاحب الألقاب القياسية والأرقام القياسية. هنا من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، عودة من جديد إلى زميلي إيهاب الخطيب. إليك الكلمة زميلي إيهاب. محمد على التقرير المميز، ويعني بقول لك بخليك معنا بقى لأن احنا لسه مكملين، ويا ريت برضه تتابعنا بآخر التفاصيل لمباراة أتلتيكو. طبعا أكيد كان في تمرين النهارده لمباراة الغد أمام وادي دجلة، يمكن الكابتن حسام البدري ضم قائمة 22 لاعبين، ومحمد الشناوي وأحمد عادل ورمضان مصطفى وأحمد فتحي ومحمد هاني وأيمن أشرف وعلي معلول. رمضان مصطفى أيوه ناشي. ده حارس ناشئ. وأيمن أشرف وعلي معلول وحسام عاشور وعمرو السولية وعبد الله السعيد وليد أزار وأحمد الشيخ وليد سليمان ومؤمن زكريا وحسين السيد وإسلام محارب وأحمد ياسر ريان وباكا وأحمد حمودي وصالح جمعة وكريم نيفيد وباسم علي. يمكن على قدم وساق كله، يعني في مؤتمر شغال لمباراة السوبر المصري، في تجهيزات لأتلتيكو واجتماع، في فرقة اتمرنت وراحت معسكر، شغل كتير، الريتم سريع، سريع. ومجلس الأهلي ينتظر الكثير من المهام زي ما قلت لحضرتك، وهو ينسق العمل الحقيقة بصورة تليق بتاريخ وحاضر ومستقبل النادي الأهلي، لأن ده البرنامج الطموح اللي من ضمنه يعني أسرة الأهلي وأشياء كثيرة. وهي المرة الأولى بمنتهى الوضوح التي يوضع برنامج لمجلس إدارة بتوقيتات ما بين 12 شهر لو حضراتكم فاكرين في عرض الكابتن حمود الخطيب، برنامج قائمته وحاجات عامين وحاجات ينظر في أمرها قبل أن تطرح. ومن ثم يعني فكرة أنه الريتم سريع زي ما أنت قلت إيهاب شغالة، ويقينا كمان شفنا المدير التنفيذي وهو يرتب أجندته وقال له الوقت اجتماع كذا عندنا بكرة كذا، وبالتالي لا هناك الكثير يحدث في القلعة الحمراء. أستاذ علاء، يمكن بعد الانتخابات مباشرة وبالترتيب لم يكن يعلم البعض أنه يكون مسبق، فجأة بالنسبة لنا احنا فجأة مباراة أتلتيكو مدريد، ولكن أكيد ده كان مترتب، لأن مثل هذه المباريات لا تأتي بالصدفة ولا تأتي في وقت كده يلا نعمل ماتش فبنعمل ماتش. أنا بس قبل ما أخش الشوطة دي بس كنت عايز أقول على مباراة السوبر في حاجة، بس إن مباراة السوبر يعني مش مباراة هامشية، يعني مش عايز الناس تعتبرها مباراة شرفية ولا مباراة هامشية، لأن بيكون ليها توابع كبيرة جدا. الشرفية دي اللي هي يعني قوية جدا بالظبط، يعني لكن هي أقصد إن دي بطولة بيكون ليها ردود افعال كبيره جدا. ايهاب انت طبعا فاكر 2015 لما الاهلي كان خسر الدوري والكاس وراح لعبنا السوبر لاول مره في الامارات، دي كانت مباراه دي بالنسبه لجمهور النادي الاهلي مهمه جدا جدا، كان لازم النادي الاهلي يفوز ببطوله في الموسم ما يخرجش خال الوفاض، كانت مباراه بالنسبه له مفترق طريق مش لفريق كوره بس، كمان يمكن لاداره النادي كمان، كان في وقتها غضب كبير جدا، غضب جماهيري كبير جدا على الفريق وعلى الاداره وقتها، لان الفريق كان بيخسر دوري وكاس، فالمباراه دي كانت مهمه جدا. حتى الخساره نفسها كانت ليها ردود افعال سلبيه على نادي الزمالك، وكانت دي نقطه الفراق بين نادي الزمالك وبين فيريرا. لو تفتكر ان كان المستشار مطر منصور خرج بعد هذه المباراه واعلن ان فيريرا مش هيكون موجود، فاعتقد ان حتى الادارات ما بتتعاملش مع المباراه دي من منطلق ان مباراتها مش هي، لا بيكون ليها توابع كبيره جدا، وليها يعني الجمهور بيتعامل معاها ان هي بطوله، بطوله اليوم الواحد بس، دي بطوله برضو طبعا. ده السوبر الافريقي بطوله اليوم الواحد، لكنها بطوله قاريه. لا انا بدأك على التشبيه يعني ده واحد من شعراء الكلمه الرياضيه صديق علاء يعني. فانا بقول يعني مش يعني الاجواء حبيه جدا، الاجواء حميميه جدا، لكن انا بؤكد ومصرت مؤكد ان وقت الملعب هيكون لا الامر مختلف، هيكون في منافسه، لان البطوله مش مجرد بطوله، مش بطوله هامشيه ولا بطوله شرفيه، لا دي بطوله مهمه جدا، وبطوله بيكون ليها ردود افعال كبيره جدا. جمهور الاهلي الاهلي كسب دوري وكاس، لكن ده مش معناه انه يخسر كاس سوبر، لا الاهلي عايز الثلاثيه. ماتش سوبر الاهلي لعبهم حسم 9 سنة اولى سوبر، يعني هي تسمى ان شاء الله، يعني لو ادركت النادي الاهلي لانه عنده الدوري والكاس، مش فكره ان المصري، لا هي تسمى الثلاثيه بالظبط، يعني دي حاجه محسوبه، تاريخ جديد وتاريخ الجهاز الفني الموجود وتاريخ اللعيبه.
هرجع لمباراه اتلتيكو. طبعا انا عن نفسي من ضمن الناس اللي فوجئت ان فجاه بعد ايام من النادي الاهلي على موعد مع مباراه عالميه وعالميه بجد، يعني فريق مش عادي. طبعا انت بتتكلم على القطب الثالث للكره الاسبانيه، يعني لما نتكلم عن الكره الاسبانيه ده رقم واحد في العالم مع الدوري الانجليزي. الدوري الاسباني طبعا بالنسبه لنا وبالنسبه للناس في الشارع خلاص هو ده قمه العالم زي ما بيقولوا. شفنا مباراه الكلاسيكو امبارح او كلاسيكو الارض امبارح، شفنا العالم كله ازاي بيتفرج على مباراه، العالم كله يعني مباراه امبارح يعني اقتصاد، معلش اقتصاد شوف بتتحول للساعه 2 الظهر بدون بكاء وعويل ونايم لعبت امتى واكل لعبت امتى، لان الاقتصاد بيقول ان شريحه في شرق اسيا تحتاج الرعاه والبث يحتاجوا فكره الساعه 2. فانا باكد لك ان 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 احنا بعد ايام قليله جدا من فوز الكابتن محمود الخطيب وقائمته بالكامل يتم الاعلان عن المباراه، ده معناه لا ان في شغل قبل كده، ان في تحضيرات قبل كده. وخاصه انت عارف يا ايهاب طبعا انك انت تتفق على مباراه الاهلي عشان نجيب ريال مدريد سنه 2001 طبعا. قعد من سنه 99 يتكلم على هذه المباراه، يعني قعد سنتين عشان يجيب ريال مدريد، فانه يجيب اتلتيكو مدريد بعد ايام ده معناه ان دي مباراه سابقه التحضير، في اتصالات قبليها. وانا سعيد بجد ان فريق اتلتيكو مدريد يجي مصر مره ثانيه. هو جه طبعا قبل كده ساعه مقاوله الزمالك. انا بقول لك ان في برضه مفاجات عديده الفتره الجايه. لا كتير الجاية كتير. لا خلاص كده بنهيئ نفسنا انا في فبراير بقى وحاجات بشكل كبير وعلى المستوى الاعلامي. لكن معانا خبر هنقوله قدامكم وان شاء الله. دي الحقيقه لابد ان نشكر الشيخ تركي آل الشيخ الحقيقه، لانه تواصل مع كابتن محمود الخطيب، كان يتمنى له التوفيق وكان يامل ان تكون هذه هي البدايه بالظبط. السلام ضد الارهاب من ارض مصر، يعني ما كانش حابب تتعمل في اي مكان في الوطن غير في مصر. كان ممكن تتعمل في السعوديه بالظبط، والسعوديه برضه تواجه ارهاب. لكن يجب ان نشكر هذا الرجل الاصر وان تكون مقدمه لاعمال مجلس اداره يقوده محمود الخطيب. يمكن في خبر اطلاق اسم لعبة النادي الاهلي الراحله على كاس البطوله الشتويه لكره اليد. طبعا الراحله حبيبه حسن فقيده نادي الاهلي وكره اليد في النادي الاهلي مواليد 2000، اللي طبعا كانت في فاجعه كبيره لكل طبعا النشاط الرياضي في النادي. بيكرر وبتكرر منطقه الجيزه لكره اليد اطلاق اسم لعيبه المنتخب الوطني والنادي الاهلي لكره اليد حبيبه حسن على كاس البطوله الشتويه التنشيطيه الشتويه واللي بتنظمها المنطقه من 12 الى 15 يناير المقبل. وفاء جميل الحقيقه لبنت من بناتك يا مصر بصبغه اهلاويه، لكنها بنت مصريه رياضيه، الله يرحمها يا رب ويصبر اهلها الله يرحمها. مبادرة مشكورة طبعا من المنطقة واكيد ده بالتنسيق مع جهات اخرى، لكن ودي اصغر لاعبة يطلق اسمها على كاس، فده شيء يعني شيء للتاريخ، لكن محزن شوية، لكن حاجة يعني تمجيد لاسمها تخليد اسمها، بتقول دي رسالة ان 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 النادي الاهلي ما بينساش ولاده، ان ان لان فعلا خبر وفاتها احزن كتير جدا جدا. يمكن تابعت الحادثة على السوشيال ميديا، تألمت جدا جدا وتفاعل الناس معايا، لكن انا شايف انها مبادره مشكوره جدا. الاهلي في كل مكان ولاد الاهلي في كل مكان. كابتن خالد العوضي نائب رئيس اتحاد الرياض، مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا كابتن ايهاب، ومسي على كابتن الجميل كابتن عصام شمتوت والاستاذ الجميل استاذ علي عزت. منور يا كابتن، تحياتهم لحضرتك. ويمكن لفته طيبه جدا من منطقه الجيزه واتحاد كره اليد واطلاق اسم اللاعبه حبيبه حسن على البطوله التنشيطيه. طبعا كل التعازي لاسره الراحله كابتن حبيبه حسن. طبعا كلنا تألمنا على الموضوع، كلنا اتحركنا زي ما بيقولوا على الموضوع. بنت لسه 16 سنه، تحدث وفاه يعني فعلا كل الموضوع كان يعني كان تألمنا كثيرا من الموضوع. عندنا منطقه القاهره عملت كاس باسمها اللي هي الدوره بتاعه مواليد 2000 اللي هي سنها، عملت كاس باسمها وعملت البطوله المنطقه كلها باسمها. عندنا منطقه الجيزه اقرت ان هي تعمل دوره تنشيطيه قبل الدوره المصغره لكل فرق الهاندبول من يوم 12 ل 15 يناير منطقه الجيزه في نادي 6 اكتوبر نادي حدائق الاهرام. هتعمل كل الكؤوس اللي من مواليد 2006 2007 2008 2009 2010 خمس مراحل، ولاد وبنات هتعملوا كؤوس باسمها. اكيد لفته طيبه من اسره كره اليد، اكيد البنت كانت لعيبه مهمه في منتخب مصر للناشئين والشباب والشابات عندنا، واكيد ما حدش يعني يشوف الموضوع ده في ولد صغير بيحصل له يعني. طب كابتن خالد اكيد تحياتنا واكيد بنجدد واجب التعازي
في حبيبة حسن بطلة النادي الأهلي الراحلة بطلة منتخب مصر، وإن التخليد اللي بتعملوه في اتحاد كرة اليد مش جديد عليكم، وأكيد هي لعيبة تستحق. أكيد هي لعيبة تستحق، وأي حد من أسرة كرة اليد لازم هنقف جنبه، إحنا أسرة واحدة. أكيد ده حاجة مش جديدة على أسرة كرة اليد، مش جديدة على النادي الأهلي، إن أنا شفت في العزل بتاع الكابتن حبيبة كل أعضاء مجلس النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب كانوا موجودين بيعزوا لأسرتها، وكانوا يعني كل الناس متقدمة، حتى طبعا أو يعني مصاب أليم أو حادث تعب كان الناس كتيرة، لكن الحمد لله ربنا يا رب ينزلها المكان أحسن كتير من كده. نتمنى لها يا رب الرحمة، ونتمنى لها بإذن الله أن تشرها في صدر الشريان، ونتمنى بإذن الله أن الدورات دي كلها تطلع في إطار كويس تخليل اللي اسمها فعلا عبر نادي الأهلي وعبر الاتحاد الهاندبول يعني. شكرا لحضرتك كابتن، وشكرا لمنطقة الجيزة والاتحاد كرة اليد. شكرا يا كابتن. لفتة طيبة. لفتة طيبة بتؤكد معاني كثيرة جدا جدا، بتؤكد انه الرياضة هي فعلا زي ما قتلناها يعني بحث وكلام، وقلنا انها لها اهداف نبيلة، لكن مع رجال محترمين يديروا في اتحاد كرة اليد في المنطقة طبعا الجيزة في النادي الاهلي، عملوا حالة محترمة جدا جدا ان يضعوا اسم راحلة شابة كانت في مقتبل العمر، صحيح هي عند ربنا في مكانة أفضل لا إله إلا الله، ولكن الحقيقة ده عرفان وواجب وإجلال لفكرة الرياضة، وأنا متأكد أن أسرة شهيدة الرياضة ستكون موجودة أثناء ما تلعب البطولة الشتوية إن شاء الله على كأس باسمها، هو خير تمثيل. وبقول لك تاني قوتنا الناعمة راجعة، لأنه أهو في إمدادات كمان شابة وتواصل أجيال افتقدناه طويلا زي أخويا وصديقي العزيز علاء قال من فترة يعني. لفتة طيبة من اتحاد كرة اليد من منطقة الجيزة للاعبة خدمت ناديها وخدمت منتخب فصل. أكيد هنطلع فصل ونرجع نتواصل. اهلا بكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي والاهلي في كل مكان. وكنا قبل الفاصل بنتكلم عن طبعا لمسه وفاء من اتحاد كره اليد للراحله نجمه النادي الاهلي حبيبه حسن، واكيد الحديث عن لقاء الاهلي واتلتيكو مدريد. استاذ عصام، استاذ علاء لسه بيذاكر، عصام لسه بيذاكر ورقاتي، ولكن خلينا نقول مع بعض انها مباراه كبيره. نفس الكلام لما كنا بنقول عن السوبر، لا مباراه في شرف وتنافس، هي مباراه اتلتيكو مباراه كبيره جدا اللي فيها شرف وتنافس بشكل ودي، لان كمان فيها اهتمام عالمي كبير جدا. خلينا اقول لكم بعض الاخبار، يمكن صحيفه ماركا الاسبانيه قالت الاهلي بيواجه سادس نادي اسباني في تاريخه، يمكن سرد تقرير كبير جدا والحديث عن النادي الاهلي، ويمكن صوره صحيفه ماركا الاسبانيه بتتكلم عن اللقاء، وطب بتقول انه لقاء مهم جدا وانه من اللقاءات التاريخيه مع النادي الاهلي مع الانديه الاسبانيه. ما هو ده ثالث يعني قالها، ده ثالث الجماهيريه الاسبانيه اتلتيكو مدريد، وهو انطلق بحسب يعني الزملاء الشبان ما جابوا لنا من 1903 وحائز على القاب كثيره جدا، ولديه نجوم كثر يعني الشباب عارفينه، يعني يكفي ان انت تسمع الاسماء فتعي تماما حجم هذا الفريق. يعني الدفاع ديجو جودين، فيليب لويس البرازيلي، خوسي ماريا خيمينيز، خوان فران، لوكاس هرنانديز الدولي الاسباني، ناتاشو اللي بفتكرهم يعني فرقه كمان جوزاليز. يعني فرقه كمان المصريه بتحترمها لانها طبعا يعني فرقه مؤثره. وبعدين من لا يشجع برشلونه وريال مدريد من المصريين
دايما بينتظر لقاءات اتلتيكو مع الكبيرين علشان لا جولات كمان عشان يشعر اللي يعني من سنتين كده في بطوله اوروبا والاجواء والبطولات وسيميوني وطرق اللعب هي فريق من المحاربين الحقيقه. سيميوني كمان راح قعد لهم تاريخ بحسب اوراقهم يعني التاريخيه، وانا بشكر فريق اعداد القناه ان هم كانوا مجموعه اطلق عليهم مره الهنود ومره علشان النادي على شكل خيمه. سيميوني قعد لهم ده، عارف فكره امريكا الجنوبيه بقبائلها فهي فريق انا بسميه فريق من المحاربين. حتى قياده سيميوني ليهم هي بالطريقه دي، دايما بيقول لهم ان احنا الليله في مواجهه شرسه. ده كلام الاجانب على فكره بيبقى لطيف في ترجمته لما بنسمعه، اللي هو ساعات هنا ما بيعجبش البعض لما تبقى مغلوب مثلا انت المدير الفني فيسالوك هتعمل ايه بعد الهزيمه، فتقول لهم لدينا لاعبون سيذهبوا الى الدش ثم العشاء وعمل غدا. يا ويله لو قالها هنا، طبعا كل واحد عايز يقول له هكسر فلان وهفصل فلان وهعدم علان. وبالتالي انت امام فريق كبير، لكن ما اعلمه انه يعلم تماما انه قادم للقاء له شعار العالم كله طبعاً في انتظاره، الا وهو السلام ضد الارهاب. وأظن أن الحمد لله ربما قرار الأمم المتحدة يعني بشأن ما قالته مصر عن حالة السفارة الأمريكية التي لن تنتقل إن شاء الله للقدس العربية تاريخية دائما من المصريين ومن مصر دائما قلب العرب بالمواجهة المصرية التي تحولت للمربع العربي بالدعم السعودي والإماراتي والكويتي طبعا وباقي الوطن الأردن مش عايز أنسى حد، ولكن هي بشعار وبالتالي يشارك فيها كل نجوم العرب، ومن ثم هي مباراة تطلق صيحة. لكن في أرض الملعب زي ما قال علاء لا توجد لقاءات شرفية لحد إن احنا نلعب تقسيمة. ده حتى التقسيمة يا جماعة بتستهوي اللعيبة أحيانا يعني فبيسخنوا، فتلاقي جزء من الإصابات جزء ربما من يعني الصبغة الرسمية يعني. هي مباراة تستحق المشاهدة يعني مش بس علشان أتلتيكو الكبير ونجومنا العرب مع نجوم النادي الأهلي، ولكن أيضا للشعار ولأنه يبقى فيها منافسة كروية. بقى دي بقى منافسة حقيقية وكرة حقيقية، لأنها في الآخر الكل فائز من وجهة نظر. طبعا المواجهة الأسبانية يمكن النادي الأهلي وفقا لصحيفة ماركا يمكن سردت الأندية الأسبانية للنادي الأهلي وجهها ريال مدريد برشلونة وريال سويسداد وإسبانيول وأساسونا واتلتيكو مدريد. طبعا انا سعيد ان اتلتيكو مدريد انضم بحلقه في عقد الانديه الكبيره اللي النادي الاهلي بيلعبها. نادي بالفعل النادي الاهلي يستحق انه يلعب مع نادي كبير ثالث اكبر الانديه في اسبانيا. نادي في العشر سنين اللي فاتت دي كان قاسم مشترك اعظم في البطولات في اسبانيا، وكان قاب قوسين او ادنى يفوز بدوري ابطال اوروبا مرتين وكسب شعبيه غير عاديه. يعني يمكن ده النادي الوحيد اللي زاحم ريال مدريد وبرشلونه في الشعبيه على مستوى العالم، لان اذا ما كانش هو بطل فهو بيحدد البطل. يعني دايما اتلتيكو مدريد دايما الناس بتنظر اليه ان ده الحصان الجامح دايما اللي هو القادر ان هو القادر الفريق الوحيد اللي في اوروبا القادر ان هو يزيح العملاقين. يعني صعب جدا انك انت تلاقي نادي في انجلترا او المانيا او فرنسا يقدر يزيح الكبار، لكن في اسبانيا لا. اسبانيا الناس كلها بتبقى دايما بتراهن دايما على اتلتيكو مدريد من البدايه، فرص رهان لحد المحطه الاخيره. لكن بنشوف مثلا في المانيا بنشوف بايرن ميونخ دايما بيحتكر، في فرنسا بنشوف باريس سان جيرمان بيحتكر، لكن في اسبانيا دايما اتلتيكو مدريد دايما بيكون ليه كلمه وكلمته بتكون مسموعه، لان هو اذا ما كانش هو البطل فهو بيحدد مين البطل. وشفنا ان ازاي قدم نفسه للعالم فريق كبير جدا 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 في اخر البطولات. شفنا انه ما خد الدوري الاسباني من اربع مواسم طبعاً او من لقطات من موسمين او صور من لقاءات الاهلي المتعدده. دي في ويمبلي الاهلي الاهلي وبرشلونه في ويمبلي في استاد ويمبلي في انجلترا. دي كانت مباراه في اطار دوره وديه والنادي الاهلي خسرها، بس النادي الاهلي قدم مباراه كبيره جدا. المباراه دي كنت موجود في الملعب فكنت بقول للكابتن امير مهما كانت الاصابه في حد يطلع من المباراه زي دي؟ الكابتن امير عبد الحميد يعني يمكن الكابتن هاني العجيزي جاب جون عالمي عالمي يعني 1-1 يا ايهاب، او كان هما تقدموا الاهلي تعادل ولا كان 2-0 والاهلي خلص الفارق؟ كان 2-0 والاهلي خلص الفارق. خلص بجون هاني العجيزي. انا فاكر ان هاني العجيزي جاب جون عالمي قبل ما يخلص 4-1 المباراه دي. فانا بقول ان انا يعني وكمان ان انا سعيد اكتر ان النادي الاهلي هو
ان هو بيقود القوى الناعمه مره اخرى، برضو بركز ان القوى الناعمه لان دي قوه ناعمه بجد، انك تجيب اتلتيكو مدريد ودي اول فريق عالمي يجي مصر من 25 يناير 2011. جم قبل كده، اتلتيكو مدريد جه قبل كده في مقاويت نادي الزمالك، وسبورتنج لشبونه جه في مقاويت نادي الاتحاد السكندري، لكن ده اول فريق عالمي يجي في مناسبه غير تقليديه، يعني هي مناسبه غير تقليديه خالص، ومناسبه ليها شعار سلام ضد والمبادره من النادي الاهلي، وده مهمه جدا، ومبادره مهمه جدا. واتلتيكو مدريد بكام النجوم، وده مهم جدا يا ايهاب، ان هو بكام النجوم، ودي حاجه مهمه جدا، الناس نفسها بجد تشوف جريزمان، يعني هو فتى فرنسا الاول اللي هو طبعا واحد مرشحين انه يكون واحد من نجوم كاس العالم في روسيا، جدوين مدافع اوروجواي طبعا، توريس طبعا اللي عمل يعني خض العالم كله بالانتقاله لاتلتيكو مدريد، كان في ثوره في العالم وقتها، ما كناش مصدقين ان توريس ممكن يلعب في اتلتيكو مدريد. لا، في نجوم، سيموني بالنسبه للمصريين مدرب محترم قوي، يعني المصريين بينظروا ليه دايما ان هو مدرب كبير، يعني سيميوني ما بيش يعرف في الشارع المصري، واحد من المدربين الكبار، يعني اذا كنا بنقول مورينيو، جوارديولا، زيدان، لا، سيموني قدم نفسه ان هو مدرب عالمي بجد، بيحظى باحترام، الفرقه معروفه للشارع المصري كويس جدا، يعني احنا شفنا حتى نكمل كلامنا. اتفضل. لكن زميلي محمد سعيد في مقر النادي الاهلي بالجزيره، وعدد من اعضاء النادي الاهلي اللي اكيد عايزين يقولوا رايهم لمباراه اتلتيكو مدريد. زميلي محمد، اهلا بيك مره اخرى. ايهاب الخطيب وضيفاك الكريمين الاستاذ عصام شلتوت والاستاذ علاء عزت، في هذه اللحظات معي عدد من اعضاء النادي الاهلي للحديث ورؤيتهم حول ملف هذه المباراه، مباراه الاهلي واتلتيكو مدريد مساء يوم 30 ديسمبر الجاري على استاد برج العرب، مباراه عالميه لكن من اجل السلام ومن اجل ضحايا الارهاب. هستطلع ارائهم سريعا واعرف وجهات نظرهم في هذا الملف، خاصه ان الاهلي له دور وطني في هذا الملف. في البدايه برحب بيكم وعايز اعرف رايك في هذا الملف في دور الاهلي الوطني في استضافه هذه المباراه. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه نعملها نشكر اداره النادي والناس المسؤوله على هذه المباراه. المباراه اللي هي بتحارب التطرف، بتحارب الارهاب، والمباراه من اجل السلام، مش مباراه كره القدم. وبعدين النادي الاهلي دايما سباق في الحاجات الوطنيه، ما فيش نادي في جمهوريه مصر العربيه بيعمل حاجه الا الاهلي الاول لما بيعملها، فكل الناس بتشكر اداره النادي على هذه المباراه. مباراه تبقى في منتهى الجمال، في منتهى الحب. كيف دور الاهلي الوطني في الملف ده، وده توقيت مهم جدا كمان بالنسبه حتى وجود اتلتيكو مدريد كفريق كبير في اسبانيا. مباراه تبقى عاليه ممتازه جدا، وبعدين ده فرقه كبيره وفرقه جايه برضه بتدعمنا عشان خاطر السلام، والنادي الاهلي دايما سباق في هذه المواضيع. وباذن الله ان شاء الله المباراه مش مباراه كره قدم مين يكسب ومين يخسر، لا، مباراه عشان السلام. وبعدين في حاجه جميله جدا، ان المره دي بالذات ما فيش دعوه مجانيه لاي حد، حتى الاعضاء اللي اعضاء مجلس الاداره، دي حاجه يعني الواحد يشهد لها. الفكره ان الايراد كله بيتعظم عشان للشهداء، ودي مباراه من اجل السلام. وانا تاني بشكر اداره النادي على هذه المبادره الجميله اللي دايما الاهلي سباق فيها. انا بشكرك شكرا جزيلا برضو، استطلع راي حضرتك واحنا على الهواء مباشره على شاشه قناه الاهلي، فكره دور الاهلي الوطني في الملف ده، ودايما الانديه الكبيره زي النادي الاهلي ودوره في المجتمع المصري ده من احد ادواره الهامه بخلاف المستوى الرياضي ومستوى كره القدم. طبعا اكيد ان بسم الله الرحمن الرحيم، النادي الاهلي دايما سباق بكل ما هو جديد في الرياضه او في التفاعل الاجتماعي. تمام. تاني حاجه، دي رساله اصلا النادي الاهلي بيوصلها، تمام، ان في جماهير ونادي كبير زي دوت، تمام، وهتخش جماهير، وهيبقى في اتلتيكو مدريد، وهيبقى في النادي الاهلي وبالجمهور وكده، فدي رساله احنا بنبعتها للعالم كله، ان احنا بلد السلام، وان احنا مش بتوع ارهاب، وبلدنا دي هي بلد السلام، واحنا ضد الارهاب وضد كل حاجه من الحاجات دي كلها، وان شاء الله يبقى ماتش جميل وموفق بامر الله ان شاء الله بامر الله. فكره الاهلي يستدعي فريق زي اتلتيكو مدريد واقامه مباراه زي دي بتفكرنا بمباريات قويه الاهلي كان بيعملها امام ريال مدريد وبايرن ميونخ، وان المباراه ممكن تعمل صدى ايجابي جدا. كعضو في النادي الاهلي شايف الفتره القادمه يعني ملف زي ده هيبقى مهم، ملف زي دوت انت تبعت رساله كمان لتنشيط كمان السياحه كمان، يعني فريق بحجم اتلتيكو مدريد، تمام، وبحجم النادي الاهلي في مصر، تمام، لما يجي يلعب ماتش زي دوت في مصر، تمام، دي رساله سياحيه برضه، ان احنا بنقول احنا موجودين وبنبعت رساله لكل العالم كله.
تمام. اشكرك شكرا جزيلا. برضو معايا راي اخر من احد اعضاء النادي، برحب بحضرتك، ورايك ايه في الموضوع ده؟ احنا بنتكلم على مباراه عالميه زي دي، لكن دور وطني للنادي الاهلي. لا طبعا انت النادي الاهلي دايما هو السباق في الرياضه وفي العربيه كلها ويمكن في افريقيا، فحاجه زي كده انت بتدعي العالم كله ان يشوف مصر قد ايه بلد امن وبلد امان وان في سلام موجود في البلد. يعني هو المباراه حتى اسمها مباراه السلام، يعني انت مش بتجيب ماتش كوره وخلاص، انت جايب فريق من يعني من احسن ثلاث فرق في اسبانيا جاي يلعب مع الاهلي ماتش يقول لمصر العالم كله ان مصر لسه امن وامان والدنيا سلام، مفيش مشاكل في البلد، يعني البلد ماشيه كويس ومستقره، وده دعايه للسياحه في مصر قبل ما يكون حاجه للنادي الاهلي. شكرا جزيلا. برضو معايا راي مختلف يمكن زي ما سمعنا الشباب، لكن عنصر نسائي. لو برحب بيكي. انا اسمي نور. نور، يعني ملف زي ده، مباراه مهمه زي دي، مباراه عالميه، شايفه الحدث ده رياضي ازاي ودور الاهلي الوطني في الموضوع ده، وتحديدا المراه بقى ومتابعتها للرياضه ومتابعتها لهذا الملف في التوقيت الحالي، وحضرتك احد اعضاء النادي الاهلي. تمام. هو دور قوي جدا، انا شايفه ان المباراه مستاهله ان هو يقوم بيها كنادي، بس هو كنادي عظيم. حاسه ان هو ان شاء الله هيبقى قوي وهيقدر يلعب كويس، هو كمان فريق مش سهل ان هو يلعبه، بس ده المتوقع دايما من النادي الاهلي ان هو يبقى تمام سباق، ان هو يبقى او يعمل مباريات عالميه، وكمان بيبقى قوم دور وطني كويس قوي. ان شاء الله تبقى مباراه كويسه، يعني لينا الفوز ان شاء الله. طيب الدور الوطني بقى في الملف ده شايفاه مهم، انك كمان نادي كبير زي النادي الاهلي يحضر 60,000 ايرادات المباراه كلها تروح لضحايا الارهاب، على الاقل ضحايا يعني الناس تحس ان لا في مسؤوليه اجتماعيه كمان للانديه الكبيره زي النادي الاهلي. اعتقد دي رؤيه مهمه جدا ان هي توصل للجميع. طبعا اكيد انا شايفه ان هي كدور مهم قوي ان هو يعمل حاجه زي كده كسبورت لاي حاجه، ان هي تبقى مجتمعه وممكن دخل قومي كمان، ان هو يبقى فيه بتحسين دلوقتي كمان القطاع الرياضي، ان هو ممكن يكون اهتز شويه، بس هو هيبقى حاجه كويسه ان هي كمان بنلعب حاجه من بره مصر، فدي شايفاها كويسه يعني. بشكرك شكرا جزيلا. بشكل عام دي كانت انطباعات واستطلاعات اراء اعضاء النادي الاهلي في هذه المرحله بخصوص هذه المباراه، مباراه الاهلي واتلتيكو مدريد الاسباني. نتمنى التوفيق ان شاء الله وان تخرج هذه المباراه بشكل ايجابي، سواء على المستوى الفني، المستوى التنظيمي، المستوى الاداري. عوده ليك من جديد زميلي ايهاب الخطيب هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. شكرا زميلي محمد سعيد على تقرير النادي الاهلي ورايهم في مباراه اتلتيكو مدريد. نرجع مرة تانية لضيوفنا الكرام الأستاذ عصام شلتوت والأستاذ طبعا علاء عزت، وكان الحديث على هذه المباراة وشفنا تقرير من داخل النادي بشكل مميز وتفاعل أعضاء النادي الأهلي. شفت الرفعات إيدي يا شيخ. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. لا أنا أكتر حاجة عجبتني في التقرير إن أعضاء النادي الأهلي وهم جماهير النادي الأهلي مش واخدين الموضوع احتفالية، ولكن واخدين الموضوع إن الأهلي في مهمة وطنية، مهمة قومية، يعني هم حديثهم دايما يعني أكتر من كل تقريبا كل يتكلموا دايما بيتكلموا بالحس الوطني، ان الاهلي ليه دور وطني، ان الاهلي هيلعب المباراه دي باهداف وطنيه واهداف قوميه، فدي دي ده ده انعكاس ايجابي كويس جدا للاعضاء، يعني الاعضاء عارفه ان المباراه مش مجرد ان الاهلي يلعب مباراه عالميه، مش الاهلي راح يلعب بايرن ميونخ مثلا في الامارات زي السنه اللي فاتت، الاهلي مش هيلعب مباراه مع روما، اسف مع روما زي السنه اللي فاتت او مع بايرن ميونخ قبل كده، لكن هم عارفين ان الاهلي عنده رساله اكبر، عنده رساله وطنيه، عنده رساله كبيره، وانا سعيد جدا في التقرير ده، عشان كده طلبت الكلمه الاول ان انا اشيد بالاعضاء الجمعيه العموميه النادي الاهلي ان هم وصلوا من رساله، ان وصلوا من دي موضوع ان الاهلي عنده قوميه وعنده اهداف وطنيه من المباراه مش مجرد احتفاليه. شوف النادي الوحيد اللي اراء جمعيته العموميه لا تختلف عن اراء جماهيره هو النادي الاهلي. أكيد. والمواقف كلها اثبتت ذلك. اكيد. استاذ عصام قبل ما اشكرك لو حابب تقول اي حاجه. بجد يعني انت قلت فصل الخطاب، يعني قلت انه راي جماهيره لا يختلف عن راي جمعيته، والدليل في يوم انتخابات في النادي الاهلي كانت جماهير النادي الاهلي، طبعا مش هقول لك حضراتكم طبعا تابعته، بس انا بقول للجمهور العظيم ده قد ايه الناس كانت متواصله على السوشيال ميديا بيقولوا للاعضاء اوعى تفكر ان انت الاهلي لوحدك. مزبوط. انا شريكك، اختار معاك، انت دفعت لتكون داخل هذه الجدران، يا فرحك يا سعادتك، انا بقى بدفع علشان ازكي روح الاهلي الوطنيه، اختياراتي كباره النادي الاهلي، اول نادي مصري يعني تم انشاؤه في مواجهه الانديه التي ارتدى الانجليز بوضوح شديد، ومن ثم هي دي الرساله المتواصله، وهو ده اللي الناس كانت حابه ان تستعيده وان يكون موجود ضمن منظومه تربت داخل النادي الاهلي، وان يكون بالفعل اهلي جدير
بيه ان يظل على روحه الوطنيه. ويمكن علاء كان نفسه يقول لنا التركيبه اللي هو عملها انه فيه 30 اهلي عربي، مش اي كلام. الحكايه بنيت انديه الاهلي عربيا على اسم الاهلي الكبير. نعمل لها حلقه ان شاء الله. لا هي في ظل بضيوفنا من كل دوله فيها الاهلي وتاسيسها بالشكل اللي يزور الوطن. انا بنسب الارقام للراجل بيقولها لانه ده فعلا اللي بنى جزء كبير. لانه صدقني جماهير الاهلي وكلكم رحتوا وشفتوا ده يا اخي، حتى في الشمال العربي الافريقي في اهلي بوريك. للناس تفكر ان في الخليج بس اهالينا كانوا بيحبونا بزياده، مش صحيح. في الخرطوم، في السودان اقصد، هناك اهلي مدني وكذا. وبالتالي يعني عايز اقول لك ان الرساله، وبالتالي الاهلي في كل، في كل مكان. ده اللي انا بقوله لك. وايضا قناه الاهلي هتكون في كل مكان. وتاني بكررها لك، ما اسعدني تحديدا يعني في اول مره يعني في اعلام ملون او اعلام متخصص او اعلام نادي مع استاذ حامد عز الدين طبعا، ومع صديقي واخويا وعشره العمر هانا بوريده، وصديق انا اسف ايمن بدره، وصديقي العزيز طبعا وبرضه عشره العمر، وسبحان الله على هذه التركيبه محمد القوصي. نتمنى ان نكون حاضرين وفي وجود حضرتك وكل الكرو بنقله يستحقها جمهور الاهلي في كل مكان. استاذ عصام شلتوت شكرا، شرفتنا ونورتنا النهارده. زراعة عزة الأسطورة، ربنا يخليك إيهاب وشاعر الكلمة الرياضية، ربنا يخليك. بكرر تهنئة تاني إيهاب، وإن شاء الله فعلا أنا من الناس اللي كنت أتمنى يكون في برنامج للأهلي في كل مكان بجد، لأن الناس لازم تعرف قيمة النادي الأهلي، وإن إزاي على اسم النادي الأهلي كتب تاريخ أندية كتيرة جدا في الوطن العربي، واستمدوا أسمائهم من النادي الأهلي وتاريخه. وإن شاء الله بإذن الله يكون لنا لقاءات تانية ونتكلم فيها على تاريخ الأندية دي بإذن الله بشكل مستمر. آخر حاجة بس، على فكرة هناك أندية أهلي في الوطن العربي قد لا تكون في المنافسة دائما، لكنها الأكثر شعبية. لا بعض شعبية طبعا، لكنها الأكثر شعبية وجماهيرية، وتغيب عن المنافسة لما بيعدي عليها أوقات عصيبة يمكن ماديا أو إداريا. أشكركم، شرفتوني ونورتوني. على اسم النادي الأهلي ياما تسمى كتير، على اسم النادي الأهلي كان سباق في كل شيء. بشكر ضيوف الكرام، الأستاذ عصام شلتوت أستاذنا والناقد الرياضي الكبير، الأستاذ علاء عزت أستاذنا والناقد الرياضي الكبير. وبعد الفاصل معانا يعني فقرة بحرينية من البحرين، هنطير الأهلي في كل حتة، وهيكون معانا ضيف من البحرين ناقدنا الرياضي الكبير الأستاذ ناصر محمد ناصر الناقد الرياضي البحريني بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشة قناة النادي الاهلي والاهلي في كل مكان. يمكن انتهينا من فقرة حوار مميزة جدا مع اثنين من النقاد الرياضيين الكبار الاستاذ عصام شلتوت والاستاذ علاء عزت، والاهلي في كل مكان في البحرين وبالتحديد مع ناقد رياضي مميز جدا ناقدنا الرياضي البحريني الاستاذ ناصر محمد ناصر. منورنا ومشرفنا في قناة النادي الاهلي. الله يخليك، وانا حقيقة عزيز اولا أن أكون في بلدي الثاني مصر اللي بعتز فيه وأقدرها خير تقدير ولي علاقات كبيرة فيها. حاجة ثانية أن لأول مرة أكون ضيف في قناة النادي الأهلي. النادي الأهلي له مكانة كبيرة، له تقدير كبير، الواحد يعتز فيه ويقدر دوره، رغم أنه الناس كثير ماخذين فكرة أنه ناصر محمد زملكاوي، لكن بالظل حب مصر فوق الزمالك والأهلي. فالاهلي انا من الفرق اللي اعتز فيه، وخصوصا في ظل النتائج اللي بحققها النادي الاهلي. يعني لما قالوا نادي القرن يبقى نادي القرن بصحة. فان شاء الله نكون ضيوف خفاف على الاهلاويه، ونكون نقدم معلومات نقدر الناس تستفيد منها في عمق الروابط الاخويه اللي تجمع البلدين البحرين ومصر كبيرة والعزيزة علينا. أستاذ ناصر منورنا، أكيد وأنت جاي القناة نفسك أسألك سؤال معين يخليك تتكلم في نقطة معينة أو نقطة جوهرية. أنا عارف إن معظم نجوم الكرة المصرية أصدقاء ومن الأهلي ومن الزمالك، كل لعيبة الكرة المصرية. حضرتك كمان كنت موجود بتقدم واجب العزاء في الكابتن
احمد رفعت نجم نادي الزمالك اللي كلنا بنقدم واجب العزاء في واحد من نجوم الكره والرياضه المصريه من الاساطير الكره المصريه كابتن احمد رفعت. بنقدم للكابتن احمد رفعت وعائلته وكل جماهير نادي الزمالك كل جماهير مصر واجب العزاء. يعني انا لما اكون واقف في العزاء احمد رفعت صديق عمر واخ عزيز وامتداد لكل المدربين المصريين اللي عملوا في البحرين منذ عام 1968 وحتى اليوم لا زال بعض الأخوة المصريين عملوا وقدموا الكثير لكرة القدم البحرينية. أحمد رفعت قد يختلف في عمق الروابط الأخوية والعائلية اللي تجمعني فيه، فلذلك الله يرحمه ويقمد روح الجنة من الناس اللي تركت ذكرى طيبة وحققت نتائج كويسة في البحرين وفي الخليج أيضا، يعني من خلال عمله في الإمارات أو في سوريا. فأحمد قامة كبيرة وأنا في الحقيقة يعني زعلت لكن إرادة الله، وما نقول الله إلا الله يتقبله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الحقه أم خالد الصبر السلوان اللي عاشت معاه سنوات طويلة والأولاد. يعني أحمد مهما يكون يعني قامة كبيرة وسعدت بالروابط الأخوية اللي تجمع لعيبة مصر كلهم، يعني معظم نجوم الكرة الأهلوية كانوا موجودين في العزة بدون ذكر أسماء على أساس ما بخش أي حد حقه، لكن يعني هذه دليل على أنه الأهلي والزمالك قطبي كرة القدم المصرية وقطبي الرياضة المصرية أيضا، ربنا يديهم الصحة والعافية للكل ويوفق الجميع لخدمة مصر في المقام الأول إن شاء الله. أستاذ ناصر، وبأنك كبير مؤرخي البحرين في الشق الرياضي، يمكن حضرتك ذكرت ان في عدد من النجوم المصريين اللي 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 كان ليهم دور في الكره البحرينيه، تقدر تذكرنا ب ان شاء الله يا رب ما انسي حد، لكن بدايه الانطلاقه كانت من الله يرحمه ويقمد روح الجنه الكابتن حماد الشرقاوي، يعني وده له فضل كبير في قرص الروح الرياضيه وحب الزمالك من أول ما جو، كان شخصية متميزة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، رغم أن شعبية الأهلي كبيرة ومرتبطة باللون الأحمر مع نادي المحرق طبعا، ويمكن في حاجة يعني لازم الناس تعرفها أن نادي المحرق النادي الوحيد بعد الأهلي المصري إذا لم تخني الذاكرة اللي حقق البطولة أكثر من 30 مرة، البطولة المحلية البطولة الدوري المحلية. إضافة لمسابقات الكاس أيضا اللي هو يعني المحرق يكاد يكون محتكر زي عندكم كده نادي الأهلي، فدائما يعني المحرق صاحب إنجازات مثل ما احنا نعرف الأهلي صاحب إنجازات. يجي بعدين طبعا الكابتن عصمت غينون اللي هو كان ماسك المنتخب العسكري في أياميها، كان الاتحاد العسكري بقيادة الأخ العزيز المستشار جلالة الملك حاليا للشباب والرياضة صالح بن هندي، جابوا ايضا مدربين محمود عبد الكريم وبعض الاشخاص اللي في العاب اخرى غير كره القدم. يضاف الى ذلك طبعا في مدربين زي الله يرحمه ممدوح خفاجي، الكابتن الله يرحمه صلاح ابو قريشه، الكابتن ميمي فكري، عندنا مين كمان محمود السايس، مشير عثمان، دول ابناء النادي الاهلي طبعا ودربوا كمان في البحرين، الشاذلي، في لعيبه ايضا لعبت ايضا من مصر زي شكري من نادي الزمالك كان وعادل نسيت اسمه الله يذكره بالخير موجود طبعا، وفي ايضا من المدربين علي بجريشه، يعني في كم كبير من كوكبه كبيره من نجوم الكره المصريه وكلهم ما شاء الله يعني عملوا ذكرى طيبه وقدموا مستويات راقيه واسهمت في الكرة البحرينية بشكل كبير، يعني رغم ان احنا يعني الله يرحمه الكابتن حماد الشرقاوي مسك الفرقة في من الدورة الأولى إلى الدورة الثالثة، ما كانش يعني دائما الحظ بيوقف عند في سبيل إحراز البحرين لبطولة كأس الخليج، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للفرقة في الدورة الحالية. طيب قبل برضه ما أتكلم عن علاقة الأهلي بمناسبة كأس الخليج، إزاي حضرتك شايف البطولة الحالية؟ والله البطولة الحالية ظروفها صعبة، لذلك أنا يعني ساعات دورات كأس الخليج ما تخضع لمقاييس فنية أكثر من مقاييس معنوية وتحقيق الفوز،
وهذه اللي تطلع لك الفريق. الدورة هذه الآن مثلا تفوز في ماتش وتتعادل في الثاني ممكن تصعد إلى دور الأربعة. فلذلك الآن أنا شخصيا خايف على المنتخب الكويتي. لو الكويت خرجت من الدورة صعب حتكون، خصوصا أن الجماهير ملح البطولة. طبعا. فلما تكون ولما تكون الجماهير غير موجودة تفقد البطولة الحس الفني اللي يسهم فيه الجماهير. فلذلك يعني أتوقع أن الدورة هذه ستكون أقلها مستوى فني. أقلها مستوى فني. هل حضرتك شايف أن الـ 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 الرؤية السياسية اللي موجودة في الخليج دلوقتي قد تنعكس على هذه المباريات ولا لأشياء فنية في كرة القدم نفسها؟ والله أنا شوف، أنا شخصيا دائما أعترف أنا ما بحبش السياسة ولا أحب السياسة، لكن ساعات الظروف تجبرك. فلذلك يعني كل يوم قاعدين نسمع إشاعات قد تفسد الهدف من إقامة الدورة. يعني على طبعا. سبيل المثال أنه والله أن بعض الدول قد تنسحب لو وجهت بعض المنتخبات. لا ننسي أنه في المقام الأول الفيفا دلوقتي يعني بيخلي الفرقتين نازلين مع بعض بعد المباراة في المرب في الدائرة بيوفوا يصافحوا اللاعبين قواعد المباريات العامة. يعني مش معقولة، يعني أنا مثلا أعرفك وما شفتكش من زمان، مش معقولة مش حصافحك ومش هذه هي رياضة بعيدا عن ملعب السياسة. رياضة. دي رياضة. إحنا يعني أنا أتمنى أن الأشقاء يعني يكون في تفكير أكثر من خلال العلاقات اللي تربطنا مع بعض. يعني احنا مثلا على سبيل الافتراض مش بس كورة او رياضة او شيء، علاقات عائلية بين البحرين وقطر، علاقات عائلية يعني على مستوى انه العوائل اللي هنا موجودين ومتجوزين وكل حاجة. فمش لكن ان شاء الله انا زي ما قلت لك مش عاوز اتدخل في السياسة، لكن كمستوى فني انا المرة دي مش متفائل انه حيكون في مستوى فني ونقطة على الفريق الكويتي. يعني لو خسر الماتش اللي جاي يبقى خلاص، رغم ان الكويت عاوزه وانا سعيد بعوده الكويت الى نشاطات الفيفا يعني طبعا. واتمنى ان شاء الله ايضا حتى القرار الاولمبي، لان احنا لسه قبل كم شهر او الكويت فازت باول ميداليه ذهبيه لكن تحت شعار العلم الاولمبي. فالفرحة غير لما يكون يعزف السلام الأميري الكويتي وفايز انت بميدالية ذهبية، مثل ما احنا الحمد لله البحرين حققنا ميدالية ذهبية ايضا سعدنا فيها، لكن كل يتمنى انه يفوز ويحقق ميدالية ذهبية. تمام. حضرتك ابديت قلقك على المنتخب الكويتي وتمنيت ان هو يكون مكمل لان هو صاحب الارض، وطبعا عشان كما قلت ان الجماهير هي ملح الطعام او البطولة. طب من وجهة نظرك الفريق اللي شايفه حضرتك قد يكون الحصان الأسود في البطولة؟ هو مش حصان أسود، أنا دائما أختلف وأختلف في نقطة مهمة. لما حد يقول مجموعة الحديدية، دورة الخليج ممكن نوعا ما يكون في المجموعة الحديدية، لكن كل الفرق متساوية مع بعض. يعني مثلا من كان يتوقع انه الفريق البحريني رغم انه احنا كنا خايفين نتعادل والفريق العراقي يتعادل معانا، مش احنا نتعادل. فالفريق السعودي جاي تقريبا بشبه الصف الثاني ومع ذلك فاز على الكويت في الافتتاح. هي حاجات في بعض الاحيان بتاخذ فيها يعني روح معنويه اكثر من الفنيات. فالاشياء دي بتاثر، لكن انت كل ما تعديت الخطوه الاولى عاوز تطمع ان تكون الخطوه الثانيه. طبعا. توصل للمربع الذهبي عاوز توصل الفاينل، وخصوصا احنا في البحرين لازلنا متعطشين ونتمنى نفوز بالبطوله هذه اللي طلعت وانبثقت من ارض البحرين في عام 1970. تخيل هتكمل تقريبا نصف قرن ولسه ما فزناش فيها. فربنا يكون في عوننا يعني ويدينا على دنياتنا ان شاء الله. اكيد، واكيد الامنيات لبلدك البحرين، ولكن بعيدا عن الامنيات وبالرؤيه الفنيه، طرفي النهائي هل شايف من دلوقتي ان في فرقتين او منتخبين هيكون لهم الغلبه للتواجد في منصه التتويج في المباراه النهائيه؟ والله صعب. صعب. وبعدين حاجه لمعلومات الساده المشاهدين ايضا، دائما الكويت لما خصوصا على لما تلعب على ارض البحرين، هي فازت بثلاث بطولات على ارض البحرين، تخيل من 10. تيجي ظروف
تيجي ظروف أن يكون الفريق الكويتي في مشاكل وما فيش، يعني أنا أتذكر دورة من الدورات اللي هي الثامنة، فريق الكويتي تجمعوه قبل 10 أيام وقاب والله يعطيه الصحة والعافية الكابتن صالح زكريا ومسك الفرقة، جاءوا لعبوا بس كأنه مشاركة في البحرين، أول ماتش مع السعودية راح يفوزين على السعودية تخ 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 خذوا الكاس ورجعوا. فهم فأنا يمكن أتوقع أن نفس السيناريو يحدث، يعني الفريق الكويتي لما يكون في مشكلة في حاجة غريبة، الفريق الكويتي دائما يعني طبعا الكل يلعب بروح هو طبعا ما عندنا اختلاف، لكن الفريق الكويتي بيلعب شيء مختلف في بعض الأحيان، بتحس أنه الفرقة دي يعني فيها حاجة عاوزين يطلعوها، خاصة الجيل ده، الجيل ده يعني اختفى عن المباريات الدولية، اختفى عن بقاله يمكن كم سنة، فعاوزين يعوضوا، فما في إلا المباراة أكون أو لا أكون المباراة الجاية، يعني يا أن الفريق الكويتي يحقق، وخصوصا في ظل الاهتمام والرعاية الكبيرة والكريمة من صاحب السمو الأمير، فأتوقع حشوف الفريق الكويتي في حالة أحسن المباراة الجاية. تمام، كان لازم أتكلم معك في بطولة الخليج، ولكن ذكرياتك الكبيرة بقى زي ما قلت لي قبل ما نبدأ الحوار مع حضرتك على الهواء، وقلت لي ارتباطك بنجوم النادي الأهلي الكبار. بلا شك يعني أولا بالمناسبة هذه أنا أتكلم عن شخص عزيز علي، وهو اللي وضع رجلي في الرياضة، ولا زلت الله يرحمه ويقمد روح الجنة أعتز بدوره في حياتي الرياضية، أخويا الكبير الأستاذ أسامة صبري، وبالمناسبة هو الشقيق الأصغر للدكتور عادل صبري، لعيب الباسكت في النادي الأهلي ومدرب منتخب مصر وأحد نجوم كرة السلة. الأخ أسامة يعني تعلمت منه الكثير في جريدة الأنباء الكويتية، على فكرة أنا يمكن أكاد أكون مش عاوز أقول أنا ضارب رقم قياسي يمكن أعتقد صعب أنه حد يحققه، أنا مراسل جريدة الأنباء الكويتية من عام يناير عام 1976. بسم الله ما شاء الله، فما في اعتقد حد يعني بيشتغل مراسل لجريده مش محتاجين نبحث عن القصه دي، اخونا ايمن موجود هو اكبر مني في السن، ايمن بدر يعني واشتغل وعارف كبرش يعني. الاستاذ ايمن بدر، الاستاذ ايمن بدر لسه عاملين له عيد ميلاده ال 35 بس ان شاء الله ربنا يحفظك 36 يعني القصه قريبه، هو عموما مش هيعدي ال 50 وانتم على كيفكم. أسامة صبري له دور كبير، هو واخ عزيز من الكويت اسمه عبد المحسن حسيني، يعني دول اعتز بدورهم، وطبعا أسامة هو اللي ربطني وكان دائما بيتري علي لما الأهلي يفوز، والأهلي دائما بيفوز علينا كزملكاوية، فخذ هم اثنين في حياتي لهم دور كبير يعني في حب المناوشات بين الأهلي والزمالك، أسامة صبري والله يعطي الصحة والعافية، معالي الشيخ عيسى بن راشد وزير الشباب والرياضة. على فكرة ها طبعا الصورة هذه الشيخ عيسى والأخ الكابتن حسن حمدي، والشيخ عيسى طبعا من عشاق النادي الأهلي اللي بيموت في النادي الأهلي، ودائما يعني لما يكون في البحرين أسرة النادي الأهلي بتجتمع معه، وأقول لك حاجة مش سر يعني، لكن يلا لا أنا عايز أعرف كل الأسرار. يوم ماتش الزمالك على كاس أفريقيا أعتقد اللي خسروا الزمالك، لعيب مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الأخ حسن حمدي كان موجود في بيت الشيخ عيسى بيتعشوا، فأكلوا عشاء حلو يعني طبعا. وزعلت أنت؟ بتزعل كثير أنت؟ أكيد أزعل، حب الزمالك يعني مش عاوز أتكلم فيه، لكن يعني تعودنا الله يرحمه حمال الشرقاوي. وبعدين ما تنساش أنه يعني الزمالك أنا دائما كنت بقولها، اللعيب اللي طلعوا برا أغلبهم كانوا من الزمالك بعكس الأهلي، الأهلي بعد حرب 67 في الخليج بالذات بدأت كابتن حسن شحاتة طلع وكابتن حمد الشرقاوي طلع وأكثر من لاعب طلع، حسن وعمر النور وطه بصري وسمير محمد علي بالضبط، الأهلي في لعيبة كتير، الأهلي في السنوات هذه كان الله هدي كوتي كان مدرب الفرقة، فركز على المجموعة دي اللي هم المجموعة الذهبية والألقاب وهذه منهم فيهم اثنين طبعا زي ما قلت لي الحين انت، يعني الدكتور مصطفى عبده والكابتن مصطفى يونس، ربنا يديهم الصحة، هذولين الاثنين يعني من اعز حبايبي، في كريم حاطط لك صورة اهي برضو دي لفريق المحرق في معسكر في القاهرة، بيشارك في بطولة مجلس التعاون فجي معسكر القاهرة، وشايف بسم الله ما شاء الله الكؤوس الموجودة دي في نادي الأهلي في الجزيرة، فطبعا الجماعة سعداء وشايف فيهم يعني ناس
من قمة المحرقاوية زي الشيخ خليفة بن سلمان بن أحمد كان رئيس الوفد، وده من خيرة اللاعبين، وده على فكرة يعني رغم أنه كان هداف وداخل خط الثمانتعش لكن بيحب حاجة غريبة، بيحب يطلق عليه المايسترو. ليش؟ تيمنا باسم صالح سليم الله يرحمه طبعا. وصالح سليم أنا بقول لك حاجة، أنا لسه زعلان إن ما شفتش صالح سليم ولا مرة رغم حبي وتقديري له. فصالح قامة كبيرة وعملت للنادي الأهلي، يعني هم كلهم أنا ما شفتهم لكن بيتهيالي أولاد سليم يعني لهم مكانة كبيرة في النادي طبعا الأهلي، والحمد لله الواحد يعتز فيهم ويقدر دورهم. وصالح بالذات غرس في الجيل اللي جه بعديه، يعني لما قال كابتن حسن حمدي هذه صورة منتخب البحرين في استاد النادي الأهلي وبرج الجزيرة واضح طبعا، معسكر هنا في 74 استعداد لدورة الخليج، علاقات تاريخية بين استعداد لدورة الخليج اللي دلوقتي مقامة في الكويت. في 74 كانت الدورة في الكويت، فدي الفرقة اللي كانت جات وأول في مرة في معسكر في القاهرة أول مرة الله يرحمه حماري شرغاوي لما جاءوا اللعيبة طبعا بحكم العلاقة والمحبة قال لهم الله أنا كنت أتمنى أي معسكر عملي لي معسكر في النادي في مدينة اسمها العوالي، ودلوقتي جايين ما استعملوا معسكر، يعني شوف زي المدرب الأجنبي. هذه طبعا صورة لي مع جلالة الملك الله يحفظه، بقدم له كتاب عملته ملك ومحبة شعب، يعني أنا عندي كتاب بعض الكتب اللي عملتها اسمه والله زمان بيختص بالرياضة لكن ده عن جلالة الملك الله يحفظه. فلا مكانه. وعلى فكرة الملك اللي أعتقد يمكن الملك الوحيد على مستوى العالم كله اللي مسجل في كشوفات اتحاد كرة القدم ومارس كرة القدم لما كان ولي العهد ممارس في فرقة بيلعب رياضي ما شاء الله، يعني فروسية جولف تمرن ملاكمة فترة من الفترات كرة قدم، يعني كل حاجة الحمد لله. يعني هذه دليل الطفرة اللي حصلت في الرياضة البحرينية طبعا منذ تسلم، طفرة كبيرة طبعا والحمد لله. نعم، وده زي ما قلت لك فرقة أنا بالمناسبة جبت الصورة دي من فين؟ شفت بقى هذه دورة أولمبياد أتلانتا عام 1996 دي أنا الصور دي لها ذكريات كبيرة طبعا. أنا شاركت في 6 دورات أولمبية، 4 كصحفي و2 كإداري. عندك أرقام أولمبية كبيرة أنت ودي في فرح ابن الكابتن هنا حمزة بتوع الفولي، و2 حمادة صدقي والكابتن فتحي. الكابتن فتحي على فكرة من الناس الأهلوية اللي عملوا شغل كبير في أبو ظبي طبعا، يعني ما اشتغلش في البحرين لكن أخذني دي الصورة في ذكرى الزواج اللي طبعا تربطني علاقات وطيدة مع الكابتن هنا حمزة وزوجة أو أبو زوج بنتها اللي هو الكابتن ضياء السيد. فكان فرح أهلاوي لكن شاركني فيها أنت كل علاقاتك متشعبة في الأهلي أكتر والله. في أنا نسيت على فكرة أكلمك عن الله يرحمه الكابتن أو الأستاذ أو نقدر نطلق عليه دكتور نعمان صبري. نعمان صبري ده حاجة يعني أقول مهما تكلمت عنه مش هقدر أدي حقه. أول مدير للجنة الأولمبية البحرينية، وأعتقد كان وكيل وزارة الشباب والرياضة في مصر، يعني عشق لا يمكن تتخيله للنادي الأهلي، وانعكس حبه للنادي الأهلي على فرقة المحرق لأنها كانت بتلبس أحمر. فيوم ما تشوف ماتش المحرق بتشوفه في الملعب وبيزعل لما يخسر المحرق. هو روح الفانلة الحمراء على طول. مشكلة مشكلة لكن يا أستاذ دعمان يعني إيه اللي خلاك تحب الفانلة الحمراء؟ عمري فراجل ده يعني أكيد أنت ما لحقتوش يمكن. لا ما لحقتوش للأسف. لكن متأكد يعني الناس اللي في النادي الأهلي بتترحم عليه وفي مصر كمان لأنه طبعًا. شخص طبعا القامات الكبيرة دي شخصية طبعا شخصية لا يمكن تتصورها، من طيب من العمل الإداري المتمكن، وهذه من الأشياء اللي أنا أزعل عليها في مصر. طيب الزملاء الكتير والأصدقاء الأهلوية وحضرتك خاصية
الدكتور مصطفى عبده، كابتن مصطفى يونس، ذكرياتك معاهم، احاديث، كلام. عاد مصطفى عبده بالذات صاحب نكته وانتم عارفينه، المجري معروف، ربنا يديله الصحه. وبعدين ما شاء الله لك لعيب وككابتن، يعني دول ناس ما تتكرر صراحه. الروح ناس ما تتكررش، الروح والولاء اللي كان موجود فيهم لا يمكن يتكرر. انا دلوقتي يعني بتابع طبعا الكره المصريه، في حاجتين مزعلوني. هذه بطولة أندية أفريقيا، ده أهداف للكابتن مصطفى عبده. مصطفى عبده بطولة الأندية الأفريقية، ده شال الكاس هو مرة في 84 ولا كابتن مصطفى يونس؟ لا هو اللي كان الكابتن مصطفى عبده وشال. أنا بتكلم عن المنتخب، لأنه هو كان في لوس أنجلوس أيضا، الجيل ده وصل لوس أنجلوس من اللعيب اللي كان. طبعا دي لقطات بقى للأجيال العظيمة والكبيرة. أنا شفت من كم من يوم لقطات يا كابتن حق الكابتن محمود الخطيب، صراحة يعني لعيب أظن أعتقد ما مش ممكن يتكرر يعني، وامتداد لما يحصل دلوقتي في الأندية الكبيرة. يعني بايرن ميونخ رئيسه لعيب، الخطيب يعني، في ناس أندية متمسكة بالقيادات. أنا على فكرة إذا سمحت لي يعني تفضل، سعيد بالطفرة اللي حصلت في النادي الأهلي، سعيد لسببين. يعني اولا ان محمود خطيب جه مسك يعني كرئيس، رغم ان ما اقدر انكر دور المهندس محمود طاهر، لكن اللي شفته انه ولا سمعنا اي مشكله، كان حصلت كان امور عاديه في النادي، جيل بيسلم جيل والكل بيخدم النادي ابدا، يعني ما سمعناش خالص اي حاجه او اي خلاف ولا تسمع. ما تقلقش، ده النادي الاهلي. لا بعدين هقول لك حاجه، مش واخد انت على الكلام ده؟ انا اكيد لا موافق اكيد. لا مش واخد على الكلام ده؟ لا مش واخد. طبعا ما تجرنيش في الكلام. ماشي مش هجرك. لكن اللي عاجبني انه الروح للاهلي موجوده في الكل، وحتى الصحفيين، يعني الصحفيين الاهلاويه طول عمرنا ما عمرنا سمعنا اي مشكله حصلت مثلا في النادي الاهلي هوب منشوره في الصحف، فدي بعد حتى تاكد ولاء وانتمائهم الصحفيين الأهلوية وتعصبهم. يعني ما بينشروش القسيل برا. يمكن هي كلمة مبادئ النادي الأهلي وجيل بيسلم جيل كانت مقلقة لبعض، لكنها مطبقة فعلا. وحضرتك اديت مثل كبير، انتخابات النادي الأهلي الأخيرة جيل بيسلم جيل بمنتهى الاحترام والحب، وصفحة بتفتح صفحة جديدة مع الهداف طبعا الكابتن محمود الخطيب، الأهداف بتتعرض قدامك. وبعدين في حاجه كويسه، تشرفت ان ازور نادي الاهلي فرع الجزيره، شفت فيها حاجه يعني، سيبك من الكوره وسيبك من الحاجات الثانيه، شفت المباني بتاعت السباحه، حمام السباحه روعه. واعتقد ما فيش في اي مكان يعني الموجود في حمام السباحه في النادي الاهلي في مدينه نصر، ما اعتقد موجود في اي مكان. ويا ريت اذا الجماعه عندهم، على اساس الناس اللي متابعانا وعارفه، يعني يمكن كثير ناس مش عارفين انه النادي الاهلي يعني بطل في كل الالعاب. النادي الاهلي طبعا بطل في كل الالعاب، في ثلاث مقرات جاهزين، في مقر رابع ان شاء الله في التجمع هيكون افضل كمان، يعني ومقر واضافه كبيره. ويمكن المجلس كابتن محمود الخطيب ومجلسه الجديد، وادي طبعا اهي الصور الانشاءات، يمكن مجلس بروح الفلينه الحمراء. شوف ما شاء الله المنطقه طبعاً. المنطقه دي يعني يمكن اكبر من استاد كره قدم طبعا، صراحه عجبت فيها. وده في من مدرب سباحه ثروت كان عندنا بيشتغل في البحرين في الخطوط المصريه، دعاني ورحت له لبيت الدعوه، بس صراحه سعدت باللي شفته. شوف يعني ما شاء الله. لا وهتسعد كمان وكمان، بس كل ما هتيجي هتسعد، لان هتشوف حاجات رائعه جدا. بس يا ريت يتعمل حمام مقطع، لان يعني زي دلوقتي صعب شويه بالنسبه حق الشتاء، لكن يا ريت لو يتعمل حمام مقطع راح يكمل الموجود. في جزء اجتماعي وانشائي موجود في برنامج الانتخابي لقائمه الكابتن محمود الخطيب، ويمكن مجلس الاداره قرر انه يغطي حمامات السباحه اللي موجوده في مقرات النادي الاهلي. من كلام حضرتك ده انا باكد لك ان حمامات السباحه تبقى فيها حمامات مغطاه،
وهيبقى فيها كمان يعني تطورات اكتر من كده الفتره الجايه. والله ان شاء الله وانا اتمنى كل الخير. طبعا شوف لما يكون الخير للاهلي يكون خير لمصر. انا مش عاوز اقول لك انا بحب البلد دي قد ايه، لكن اتمنى لها كل الخير. اتمنى حتى انكار الذات، يعني الله يعطي الصحه والعافيه اللي قاعد يعمله الرئيس عبد الفتاح السيسي، مو بقريب يعني على مصر وحب المصريين، لكن لازم يصير في تكاتف. طبعا يعني انت تخيل يعني اي حاجه تحصل في مصر الناس بتزعل، مش في مصر، حتى في الدول العربيه. ده فضل مصر على الدول العربيه والافريقيه لا يمكن يتنسي. يعني انا مش زي ما قلت لك مش متذكر في السياسه، لكن في احد يا كينيه يا حاجه كان رئيس بتاعها مراته مصريه. غانا نكروما. نكروما يس غانا كان طبعا. فانت واصل منتشر في كل مكان، لكن البلد دي يعني مصر منتشرة والأهلي في كل مكان. الأهلي في كل مكان تحديدا برنامجنا. علشان كده عايز أقول لك يعني يمكن الكلام اللي حضرتك دايما بتتكلم في الرياضة والعلاقات اللي موجودة بين البحرين وبين الأهلي، وجودك وحبك الكبير اللي أنا شايفه للبلد وللنادي الأهلي، لما تشوف مباراة مواجهة يعني السلام ضد الإرهاب، مباراة كبيرة جدا، الأهلي وأتلتيكو مدريد في برج العرب، حاجة كبيرة، وكمان النادي الأهلي بيشارك معاه عدد من اللعيبة العرب، رسالة كبيرة جدا ومهمة. شوف سيبك من الحاجة دي سلام وكذا، للأهلي متعود دائما مواقفه معروفة، لكن اللي أنا حابه وعاجبني عودة الجمهور المصري. عودة الجمهور يا اخي عياس، وانا طالب عودة الجمهور. يعني هذه اللي اقول لك، هاي السياسة وما تعمله. يعني الامور دلوقتي يعني اللي عندك انت منعكس على اللاعبين، ترى في حاجات كثيرة ان الجيل الحالي ذي الظلم انه ما فيش جمهور. لذلك انت تشوف عن غير نادي الاهلي ما فيش حد متعود على الجماهير. انت ماتش السوبر اللي في الامارات شفت ازاي ناجح وحينجح طبعا. وسمعت انه النهارده في حضرتك قلت ايه؟ مش عايز الكويت تطلع عشان الملح، علشان الجمهور. طبعا الجماهير هي الملح بتاعت الملاعب. بس اللي عاوز اقوله انه الجمهور اللعيبه دول اتظلموا، لعيبتك الجيل دي اتظلم. يعني معقوله انت وبعدين بتقول لي احتراف؟ احتراف ايه؟ احتراف وانت قاعد بتخسر وما تدخل وما تدخل لك الكره زي ما كانت بتدخل الاول، مش احتراف ده. يعني النادي الاهلي دلوقتي يمكن السنه دي الاتصالات المصريه هي الفرقه الوحيده اللي مولت كل الدوري واعطتها الانديه، لكن في اكيد في خسائر. يعني انا مثلا ما اسمع للنادي الاهلي الا كم بعد الترقيق وكل حاجه 50 مليون وافره في مبالغ 50 مليون جنيه او اكثر تقريبا الوفرة المالية في مجلس إدارة النادي الأهلي. لا في لجنة مجلس الإدارة شكل لجنة مالية هتجرد كل حاجة وهتعلن بشكل واضح جدا تقريبا الاستلام حوالي 50 مليون لسه ما نعرف. معلش بس في ظل الظروف اللي بتعمل فيها أنت صعب أن أنت تدخل لك مبالغ. طبعا يعني النادي الأهلي كان مثلا أكثر تركيزه على الماتشات الكورة. طبعا فتدخل لك مدخول كبير، وفي داخل على 19 لعبه موجوده في النادي الاهلي وخدمات اجتماعيه وفرع جديد. بالنسبه حق ماتش اتلتيكو مدريد ده بيذكرني في ايام السبعينات والثمانينات لما كانت الفرق المصريه بتجيب الفرق. طبعا سيبك من الستينات هذه ريال مدريد وويست هام والفرق، بس بعدين مونشن جلادباخ الفرق يعني كثيره جو. طبعا ريال مدريد طبعا جه لعب مع الاهلي برشلونه وريال مدريد برشلونه جو. دلوقتي فيه، لكن انت لازلت الان يعني الجماهير، مع ان انا ما احبش كلمه الالتراس، لكن قاعده تظلم اللعيبه. يعني اصبح الخوف مسيطر ان انت مش قادر تجيب جمهور بعد الاحداث المؤسفه اللي حصلت قبل سنتين او كذا. يعني جماهير جماهير ايا كانت مسميتها التراس او جمهور عادي، في الاخر كل جمهور بيحب النادي وعايز يقدم افضل حاجه للنادي. اكيد يعني وهذه جزء من منظومه الاحتراف.
يعني المدخول من الجماهير جزء من منظومة الاحتراف. يبقى أنت دلوقتي تقدر تقول الاحتراف فاشل عندك. وبعدين أنا ما أعرفش تأيدني في الرأي ولا لا، أصبحنا يعني أنا أعتبرها يمكن نقطة إيجابية أو نقطة سلبية تتفهم زي ما هي. النادي الأهلي كان الأول لعيب طبعا اللي... شكل الجماهير يعني ما كانت موجودة في السوبر. النادي الأهلي يا كابتن كانت كان بيطلع لعيبة على مستوى يعني ساعات الآن اختفت كلمة ابن النادي الأهلي. أنا مش هوافقك عليها قوي، لأن الفترة فاتت ممكن يكون ده، بس لكن هم بقيتهم موجودين في أحمد حمدي طبعا لعيب صاعد من النادي الأهلي. نتمنى أنا في عدد لعيبة هتشوفها، لكن رسالتك واضحة جدا إن أكيد لازم النادي الأهلي يكون أبناؤه موجودين. موجودين زي ما شفنا حسام يعني عاشور وعماد مدحت. لا الحين بقول لك يعني أصبح الولاء للمادة أكثر من الولاء للنادي، ودي كلمة غلط. يعني إحنا يمكن هي أنا أقول لك هي ممكن تنجح في مصر، الاحتراف ينجح، لكن متى ما أشوف شوف الملعب حلو دي. هاي هاي في الإمارات طبعا، طبعا هاي مال كاس السوبر، وحتشوف السنة دي طبعا. وإيه كان الماتش في مصر مش كانه في الامارات بالزبط. يعني اللباس الاحمر الفانيلا الحمراء والفانيلا البيضاء بخطين وكل الجماهير لوحديهم وبس بيخرجوا. السوبر المره دي اللي طبعا الاهلي والمصري طبعا هيكون مختلف، لكن في هيكون مليان. في انا قلت لهم في كاس العالم حزنت على حاجتين، حزنت على خروج الاهلي لان عارف ان الجمهور المصري في الامارات كان حيعمل ايه، وحزنت على خساره الهلال. يعني كانت حتعمل طبعا يعني يمكن هما باتشين الفاينل والسيمي فاينل الجزير اللي قدم مستوى يشكر عليه يمكن امام ريال مدريد، يعني احرج ريال مدريد حتى الرمق الاخير. لكن يظل انه في حاجات يعني مطلب اساسي دلوقتي لازم عوده الجماهير، ولو انا متاكد ان المهندس خالد عبد العزيز بيبذل مجهود كبير في حتى هذه. لكن طبعا الامن طبعا في ظروف كثيره وان شاء الله لا وتكون عندك تكاليف الامن وما اعرف ايش كثيره اكثر من يمكن لما انت عاوز يعني، لان انت خايف في اي لحظه. فصعب صعب الظروف ان تكون يعني تعيدها، لكن انا اتمنى عوده الجماهير ويكون له دور ان شاء الله في احياء الملاعب، احياء ميزانيات الانديه ايضا لما يكون في مدخول. في كلام كتير عايز اتكلم مع حضرتك، والقعده مع حضرتك الوقت بيجري بسرعه جدا، لكن لو حابب حضرتك تقول اي حاجه قبل ما اشكرك. وانا طبعا سعيد جدا لحضرتك معايا النهارده. انا اولا طبعا احب اهنيكم بمرور ذكرى مرور 10 سنوات دلوقتي تقريبا على القناه، ودي خطوه تتحسب للنادي الاهلي بالاضافه للخطوات اللي بيعملها عشان تعرف ان احنا مش متعصبين يعني خالص. انا عجباني روحك بصراحه وادائك. انا قلت لك يا كابتن انا بحب مصر، فحبي لمصر يعني انا الجروب اللي معانا كلهم صحفيين وعلى مستوى يعني منتدى تماس اسمه، فيهم ناس من عمان من البحر. يعني ساعه ما الاهلي يكسب انا ماسك التليفون ها مستني. اول واحد بيكلمك لما الاهلي بيكسب مين؟ كثير والله جواتي كثيرين يعني كان قلت لك يعني مثلا معالي الشيخ عيسى بن راشد من البحرين من مصر، يعني كلهم انا اكلمهم مش هم يكلموني. يعني عندنا الاخ اشرف محمود، عندنا جماعه كثير بتحب الاهلي. يعني شوف شعبيه الاهلي ما حد يختلف عليها، وبعدين النتائج والاستقرار بيديك انطباع اكثر، اريحيه اكثر. يعني انت ما تقدرش تقول ان في جيل ما يعني الجيل اللي ما يتكرر. انا اللي قلت لك عليه الكلمه دي مختلفه في الاشياء الفنيه، لكن كجيل بطولات هذا انت ما شاء الله حتاخذ دلوقتي النجمه الرابعه على 40 سنه، فاضل خطوه واحده وتاخذ النجمه الرابعه، صح ولا لا؟ طبعا ان شاء الله. وهذه انا كابتن من الاشياء اللي اقولها حتى حق نادي المحرك، كنت اتمنى دائما اقول لهم ما حدش عمل اللي عملتوه غير النادي الاهلي المصري، او انتم حتلحقوا النادي الاهلي المصري ان تحطوا النجوم اللي بيعتز فيها اي فرقه تاخذ البطوله. استاذ ناصر محمد ناصر شرفتني، كنت ضيف مش ضيف بقى صاحب مكان في بلدك الثاني مصر وفي قناه النادي الاهلي. الله يخليك وانا سعيد يعني وان شاء الله اكون يعني الناس اللي ما يعرفوش ناصر الزملكاوي يعرفوا انه هو بيحب حاجه اسمها مصر وبيتمنى الخير والتوفيق لهذه البلد.
ويتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي اللي اسمه عن حقه حقيقي نادي القرن. شكرا لحضرتك، شرفتنا ونورتنا. الله يخليك. شكرا، شكرا لكم وكل جماهير ومشاهدي قناة النادي الأهلي والأهلي في كل مكان. سعيد وبتشرف ان انا موجود على شاشة قناة النادي الأهلي. يمكن بقول لكم اول ما طلعت واول ما يعني الكاميرا جت عليا وانا بعمل الانترو والمقدمة قلت لكم وحشتوني، لان بجد وحشتوني التواجد داخل قناة النادي الأهلي بقيمتها الكبيرة وبجماهيرتها العظيمة. شرف لأي حد إعلامي يكون موجود على شاشة قناة النادي الأهلي. الفترة دي زي ما اتفقنا فترة مؤقتة، في طموح كبير، في أفكار كبيرة، في أحلام كبيرة هتكون ملموسة على أرض الواقع في الفترة المقبلة، في تحديات كبيرة في فترة انتقالية. طبعا الأساتذة الكبار حاطين خريطة محترمة جدا هتطبق الفترة الجاية، الأستاذ حامد عز الدين، الأستاذ أيمن بدرة، الأستاذ محمد القوسي، الأستاذ عصام شلتوت. إن شاء الله الفترة الجاية نشوف اللي بتتمنوه وأكتر على شاشة قناة النادي الأهلي. أنت اللي هتغني يا منعم، لما تقال لي أنت اللي هتطلع تقدم وتتكلم عن البرنامج، جبت هدومي وجبت بدلتي وجيت قدمت حلقة محترمة جدا. اتمنى ان شاء الله نكون متواصل معاكم في الفترة الجاية. الاهلي في كل مكان ان شاء الله بعد قليل هتسعدوا ببرنامج محترم لزميلنا الكابتن محمد فاروق سعد اللي هيكون معاكم النهاردة وليلة المباراة والحديث عن الاهلي ودجلة. الف سلامة.